فاحنا كنا اتكلمنا على الدبريشن، الجزء الدبريشن بيجي بصور كتير على انه باي بولر، يعني العيان بيبقى عنده دبريشن ومينيا او دبريشن وهايبومينيا، او بيبقى عنده ظاهره بيسموها ظاهره التقلب المزاجي اللي بيسموها سايكلوفايميك. في الاسئله في الجزئيه دي برضو عشان نبقى عارفين هنركز على ايه، الاسئله كلها بتاع الجزئيه دي هو بيسالك دايما في الام اس كيو على الديوريشن، ان مثلا الباي بولر 1 ده بيبقى الفتره بتاعت المينيا مثلا سي اسبوع، الباي بولر 2 الفتره بتاعت المينيا 4 دايز اند سو اون. فبتبقى دي من اكتر الحاجات اللي انا يعني كتبتها هنا في الداتا ووضحناها، لان هو ده اكتر جزئيه بتتسال. الاوقات بتفرق، سايكل فايف مثلا بيبقى سنتين، لكن في المراهق بيبقى سنه، اللي هو اللي بيتقال عليه ساعات متقلب المزاج ده. فدي الام اس كيو بتاع السيكاتري كان اتعمل قبل كده، ممكن ابعته لكم. كان اتعمل في الامتحان بتاع سنه 5 ايام الكوفيد، اتعمل في العملي. فقبل كده كان في الحاجات اللي هي كل تركيزهم على الديوريشن وبعض المسميات. خلاص، اول حاجه في الباي بولر ديس اوردرز اللي هو بيبقى عندنا شرطين مهمين، العيان بيجي له ريكارنت اتاكس من الاثنين مع بعض، والكلام ده بيحصل في نفس العيان. اكيد الموضوع بديهي طبعا في نفس العيان، بس يعني بيركز على التعريف ان المريض الاثنين زي الصوره كده ما بتقول، ان هو بيبقى عنده نفس الاعراض، بيبقى عنده قصدي الاعراضين، اعراض الاكتئاب واعراض المينيا. وزمان كانت اسمها ام دي اس اللي هي معناها المينياك ديبريسيف سايكوس. الباي بولر ديز اوردرز ده بيبقى عباره عن حاله مينيا معاها major depressive disorders، ولازم يبقى معانا اربع حاجات اي بي سي دي كده في التشخيص عشان نقول ان ده اسمه بايبولر 1. بس بايبولر 1 بيبقى فيه مانيا واضحه، يعني المانيا اللي هي الانجيشن ده اللي هو الهابينس ان اكسبلايند، يعني برضو في السيمتومز اسمها ايليشن. تمام، ده بيبقى هو اللي موجود بشكل واضح. العيان بيبقى عنده كومبليت مانيك ابيزود، حاجه نوبه مانيا كامله. تمام، وبيدينا هنا اربع حاجات ورا بعض، اربع حاجات هنكملهم او نقدر نجمعهم في المريض على اساس ان احنا نقدر نقول انه عنده مانيا. اول حاجه وصف المود بتاعه، يعني لما نوصف شكله ازاي. عنده الكلمه دي برضه مهمه جدا، elevated expansive or irritable mood، يعني عنده اقبال على الحياه وعلى المخاطره، ودي هيتبان بعد شويه في التعريفات. بيحب يخاطر ويعمل بعض اللي بيسموها ادفنتشرز بشكل مبالغ فيه في فتره من الوقت، عايز يعمل مجازفات كده. ساعات بيسموها بين ادفنتشرز. ادفنتشرز دي حاجه حلوه المفروض، يعني انك تطلع جبل ده اسمه ادفنتشر، انك تحاول مش عارف تمشي من بني سويف للمنيا ده ادفنتشر، انك تركب باراشوت ده ادفنتشرز. بس في حاجات بقى بيبقى الواحد عنده فترات من الحياه مقبل عليها اقبال بدون حساب للمخاطره، مع كلمه ريليشن دي اللي هي اللي هو معناه unexplained happens. او بيتقال في حاجه تانية، بتتقال ازاي؟ بتتقال abnormal and persistent goal directed activity او energy. عايز يوصل لايه؟ لاهداف
حاطط في دماغه تارجتس كده عايز يعملها، بس هي مالها اب نورمال مش طبيعيه، زي ما قلت لك كده، زي عايز انط من البلكونه مثلا، عايز انزل انط من الطياره دلوقتي. هو ده مش غلط ماشي، ان انا ممكن العب يعني اجرب الباراشوت ده ولا اجرب اي حاجه فيها مخاطره، بس بالطريقه لازم احسبها ولازم اعرف يبقى في تريننج معين زي الدايفنج مثلا وات ايفر القصه. بس الفكره هو بيبقى بنورمال وحاجه بالنسبه له مريحه جدا، وعايز يوصل لجول فيها انرجي، فيها حركه، فيها نشاط، وبتقعد الحكايه دي على الاقل اسبوع. ودي الجمله اللي بتيجي في الانستيتوت بشكل كبير جدا، يعني المانيا دي لازم يتوفر فيها ان الكلام ده كان موجود بشكل بيرزيستنت وبشكل يومي لمده اسبوع. دي اول ايه اللي هي ايه abnormal persistent goals، اهداف عامله بالنسبه له فيها شيء من فيها شيء من المجازفه، والكلام ده موجود عنده اكتر من اسبوع، اسبوع وطالع يعني. تمام، دي بقى يكون عنده مجموعه بقى من الاعراض بقى بشكل واضح. احنا عرفنا انه عنده هدف معين مثلا او تارجتس معينه كده عشان مخيفه شويه، فيها مخاطره، والكلام ده مصر عليه ودي له وقت طويل. لكن في حاجات برضو في شخصيته وباينه عليه، هنجمع منهم 3 نقط في العادي او 4 لو كان في اريتيشن، لو كان ده قلب على العيان انه بقى فيه عنده ميكس شويه بالانكزايتي، يعني بقى الموضوع بالنسبه له ايه، في سمباثيتك مانيفستيشن عند العيان. لو هو اريتابل مانيا يعني الموضوع فيه داخل على في سمباثيتك مانيفستيشن وبيجي له تريمورز وداخل في اريتيشن، ودي جمله مهمه جدا جدا برضه في الام اس بي، الاريتيتنج تايب او الاريتابل تايب ده بناخد، بيبقى عايزين 4 حاجات عشان نقول انها مانيا. اشمعنى ازوده؟ لان ممكن يبقى بالنسبه لي كونفيوزنج شويه، يعني ممكن تبقى انكزايتي. لكن لو هو مش ريتيتنج تايب وهو بالنسبه لي واضح جدا ان واحد عايز يخاطر بحياته ومقبل على الحياه بشكل كبير وعايز يعمل اهداف في الحياه والموضوع مسيطر عليه، في خلال اسبوع عايز يعمل حاجه عظيمه قوي كده ومن غير ما يبقى فيه سمباثيتك مانيفستيشن او ريتيتنج ساين، باخد بحتاج 3 حاجات فقط من اللي جاي. اللي هم ايه بقى اللي جاي؟ هنقراهم مع بعض. أول حاجة إن هو بيتكلم عن نفسه بعظمة. إحنا محتاجين من ده كله 3. لو هي جاست مانيا، لو جاست abnormal تارجتس في حياته، عايز يعمل تارجتس كده ويوصل لأهداف كده في حياته في وقت قصير، عايز 3 من اللي جاي. لو هو كان irritating type يعني معاه ميكسنج كده شوية ان الموضوع فيه irritability، باخد هاخد من اللي جاي بس، هاخد من اللي جاي كام؟ 4. اول واحده الجرانديوز اللي هو الانفليتد سيلف ستيم، كان واضح قوي اللي هي ايه، منفوخ كده، بيتكلم عن نفسه بمنتهى العظمه. وده برضو جزء من الحاجات اللي جايه، مثلا انه مش بيحتاج ينام، بيقول لك في ريستد قول لي 3 اورز، يقول لك انا انام ليه، ده لو نمت البشريه، ما هو برضه الموضوع ميكسنج بعضه شويه، انا لو نمت البشريه هتتعب، الاحتياج البشري ليا كتير جدا، فالناس محتاجاني كلها، ويكون ممكن يتهد وتحصل مشاكل كتير والدنيا قايمه عليا، ويتكلم بهزر، بس هو فعلا بيتكلم بالطريقه دي، بيتكلم عن نفسه بطريقه فيها مبالغه شويه، ان هو من غير الدنيا هتقع وحاجات زي كده. وبالتالي بتلاقي فيه توكاتيف، بتلاقي ان هو ايه، بيتكلم كتير زياده عن اللزوم. في ولما تيجي تتكلم معاك يقول لك في حاجه، يعني في حاجه بتضغط عليه تخليه يبقى توكاتيف، تخليه يتكلم. تمام، حاجه تانية المهمه فلايت اوف ايديا. يعني ايه فلايت اوف ايديا؟ افكار كتيره بس ما بيكملش الكلام
الكلمة دي ما بيكملهاش للآخر. يعني مثلا لو بصينا هنا الصورة دي بتقول إن هو عنده جريت أيديا والتلفزيون ودوشة ومش عارف إيه، في أفكار كتيرة جدا جدا بتيجي عليه، وده بيخليه، دي جملة برضو مهمة جدا اللي مش باينة دي، distractable يعني إيه؟ مشتت. مش عارف بيقطع عند كل الناس، ولو مش بيقطع عندي هو مش عارف عندي مش بيقطع. يعني يبقى النت عندي كمان تمام. فهو بيتكلم كتير، افكار فلايت اوف ايدياز بيسموها ريسنج، يعني زي ما يكون داخل في سباق، وفي نفس الوقت ديستراكتبل، يعني في ديستراكتبيلتي بمعنى ان هو مشتت جدا، سهل جدا سهل جدا تاخده الفكره جديده، ولما تلاقيه يتكلم تلاقيه بيتكلم في موضوع مثلا بس ما بيكملش الموضوع، ما بيكملش، وده معنى كلمه فلايت اوف ايديز. وده جزء، في ناس مننا كتير جدا عندهم الفكره دي، ما عندوش فوكسنج، يعني تتكلم معاه في التليفون في موضوع مثلا، تختم المكالمه على موضوع تاني خالص، يبقى نسي الموضوع الاساسي. فساعات ده من كتر الافكار الكتيره المتلخبطه فعنده فلايت اوف ايديا، وجابت بعد كده الديستكتابيلتي، هي قريبه من بعضها. يعني ايه كلمه ديستكتابيلتي؟ يعني هو كمان تقدر تشتته، تقدر تحطه في منطقه ريليفنت، تقدر تاخده مكان تاني زي ما انت عايز. رقم سته، بس هما قريبين من بعض، هو طبعا مش بكتبهم، فبالتالي مش لازم احفظهم قد ما انا بقى فوكسنج على ان انا هختار واحده. الجرانديوز، وانه بيتكلم كتير، تحس ان هما قريبين من بعض، يعني انا جرانديوز فبالتالي انا هبقى فوتوكاتيف، محتاج اتكلم كتير عن العظمه اللي انا فيها دي، مش هنام لان انا زي ما قلت لكم حاسس احساس ان انا هنام ليه. يعني الكلام الكتير هيبقى خالق جواه او جاي من الفلايت اوف ايديز. لكن مع ذلك تقدر تعمل ايه؟ ودي رقم خمسه، تقدر تديستراكت هيم، بمعنى ايه؟ تقدر تشتته. هو طبعا انت مش بس تقصد كده، بس هو بسرعه بتلاقيه بيتكلم في موضوع، فتلاقيه مثلا شاف حاجه على التلفزيون او شاف حد ماشي او وات ايفر، تلاقيه بدا يتكلم عليه ويعمل فكره جديده خالص، وده معنى كلمه ديستراكتبيلتي. طبعا الرقم سته هي قريبه من الفكره الاولانيه، increase goal direct activity either socially at work school، عنده زي ما قلت لكم اهداف كده، ميبي انها تكون فيها اجيتيشن، يعني عايز يعمل حاجه فيها عنف، او يبقى الموضوع سيكشوالي، عايز يعمل مغامرات جنسيه. هو بيبقى ده جزء برضو موجود من الاراوز اللي كنا قلنا قبل كده، اللي بيبقى موجود مع المينيا، بمعنى انه مستثار شويه، فدي برضو من ضمن الافكار. الـ excessive involvement في activities that have a high potential for painful consequences. يحب مثلا يروح يشتري، وهم جايبين صورة واحدة بتعمل شوبينج بلا هدف، وممكن يبقى محتاج، وممكن عشان كده تلاقي painful, it's a painful sequence، ازاي بيتداين بيستلف عشان هو عايز يشتري، ان هو يدخل في مغامرات عاطفيه، ان هو يدخل في بزنس انفستمنت فولش، بمعنى فولش يعني حاجات بيخسر فيها، فول دي معناها غبي، ففولش بزنس انفستمنت معناها استثمار، فبيحاول يستثمر ويدخل بقى ان هو كبار رجال الاعمال وحاجات زي كده، فيدخل في مشاريع كلها فاشله، ويدخل في حاجات هو مش مقدرها بشكل كبير، فده برضو مش مقدر عواقبها بشكل كبير. فدول من اهم الحاجات، احنا هنرجع تاني للموضوع عشان نلم الموضوع، ايه يكون عندنا ديوريشن للاحساس بالإيليشن ده اكتر من اسبوع او اسبوع وطالع، وفي الوقت ده هو مغامر كده. هنلم ثلاث حاجات من السبعه اللي قلناهم دول، لو هو ما كانش فيه اريتيشن، يعني ما كانش العيان حاسس بتوتر مع الحكايه دي، انا متوتر جدا وعايز اعمل الموضوع اللي في بالي ده، لو كان فيه اريتيتنج او اريتابل بيرسون عنده
more than week من الاليشن من الهاب ان اكسبلند هابينس اللي انا عشان هوصل لتارجتس يعني حط في دماغي تارجتس معين خلاص هختار اربعه اللي هم ايه بقى السبعه انا جرانديوز بتكلم عن نفسي كتير جدا جوايا فلايت اوف ارداع عنيف جدا مع ذلك ممكن تعمل سهل جدا تعمل ديستراكشن ينام قليل جدا بس مش من باب انه النوم مش مريحه ودي ظاهره مهمه جدا انت ساعات ممكن تبقى مش نايم عشان انت فعلا عايز تنام لكن انا مش عايز انام ومش بشكل انسومنيا خلي بالكم يعني ده شيء مش مؤرقه ده هو بالعكس هو بيتريح بيستريح جدا لما بينام 3 ساعات في اليوم او تقدر المده عنده نقطتين في الاخر تهور في دخول في حاجات ممكن تبقى كلها فولش زي ما بيقولوا فولش بزنس انفستمنت او ان هو يشتري حاجه ويتدين فيها وفي نفس الوقت عنده طلب للمغامرات اللي فيها بين وممكن تكون فيها شيء بالنسبه له هيبقى مؤلم يعني زي الاراوزال سيكشوال يعني سي ان يكون في ماركت امبيرمنت يعني سكوتشن مهم الحته دي جدا ماركت امبيرمنت في السوشيال والاوكيبيشنال فانكشن واحيانا ممكن نحتاج الاسبيتاليزيشن طبعا احنا مش بنتكلم في انه مش بنحكي حكايه لكن بنتكلم ده سؤال يعني ايه؟ يعني ما انا في ناس كتير جدا مبسوط ونفسها تعمل مغامرات وهتطلع رحله مثلا وحاجات زي كده اتس ا جود ايديا لكن لما يكون الموضوع عامل امبيرمنت ان انا ما بروحش شغلي واخدين بالكم ان انا ما قابلش قرايبي وعندي مركز كده بيني وبين نفسي في الموضوع ان انا مقطع علاقاتي في الفتره دي ممكن الموضوع يبقى فيه سايكوتيك فيتشرز هالوسينيشن اند ديلوجنز او في انكزايتي ديز اوردرز وبالتالي محتاج احجزك في المستشفى انت عندك بالبيشن واصله لدرجه انك تاكي كارديا يعني لدرجه ان انت محتاج تحجز المستشفى هو ده رقم سي انا محتاجينها على طول دي طبعا مش لدرجه الهوسبيتاليزيشن مش لازم بس على الاقل يبقى هو سوشيالي مش ماشي صح اوكيبيشنالي مش ماشي صح اديوكيشنالي مش ماشي صح اوكيبيشنالي يعني شغلانه مش بيروح الشغل شفت الموضوع وصل دماغه انا مبسوط لغايه مش عايز اروح الشغل مبسوط ان انا مش عايز اتعلم اند سوشيال انتربشن وفي انتربشن على مستوى العلاقات الاجتماعيه فده مهم شرط احنا بنعتبره شرط مش اختيار اللي بنختار بينهم 7 حاجات ما يكونش ده مرتبط بالحشيش مثلا ما يكونش ده مرتبط بمخدر معين الحشيش بيعمل كده برضه الحشيش من الحاجات اللي بيعملها بيعمل ترانزنت هابنس كده وعايز اكسر الدنيا وبياخدوه سواقين العربيات النقل وحاجات زي كده عشان يقدر يصحى ويفوق ويقدر يشيل وفي ناس عمال كتير جدا بيبقى شايف ده بالنسبه لي ما اقدرش اعيش من غيره عشان انا بشيل كتير وبتحمل وعندي تارجتس خلاص فببقى ماشي بنفس الطريقه طبعا كلام بطيخ خالص لكن في الاخر ما يكونش ده ليه علاقه بالجد والا ده يبقى اسمه سبستنس انديوزد بايبولر او سبستنس انديوزد ماني وات ايفر الحكايه لكن ده مش معايا فاحنا سيمبلي عايزين عندنا 4 حاجات عشان نقدر نقولها خلاص كلهم موجودين معانا هو اللي بنختار بينهم 7 حاجات دول اللي اما لو كان اريتابل هيبقى 4 حاجات اختار من 7 4 لو كان مش اريتابل هختار 3 الاولانيه بتتكلم على الديوريشن اللي هو 7 ايام ولا اسبوع ودي بتتكلم على انه لازم يكون ايديوكيشنالي وسوشيالي في امبيرمنت واخر حاجه ما يكونش في ميديكال ديزيز ولا سبستنس باختصار هو ده الموضوع اللي عشان تقدر تحدد وطبعا لما تدخل على مريض او يعني ما اعرفش العمليه تعمل ازاي برضه بيبقى الموضوع كده بني ادم قاعد على السرير بيمثل مش مريض حقيقي عشان بيبقى خايفين يجيبوا مرضى وبيقول لك تساله ازاي بتبقى نفس الفكره كده اهو حاسس بسعاده غير مبرره والحمد لله مبسوط ادي لك قد ايه اسبوع قول لي بقى ايه الاخبار بتعرف بتجي لك احساس انك عايز تتكلم عن نفسك كتير يس تحس ان انت في ديستراكشن كده وافكار كبيره لو سهل جدا تتشتت وهكذا بتروح الشغل بتروح كده عايز تعمل ايه احكي لنا كده احكي لك بقى مخاطرات بقى وانجازات ومش عارف ايه
وحاجات من هذا القبيل. طيب بتاخد لازم تساله على مرض فسيولوجيكال، ات مينز ان هو عنده ميديكال ديزيز زي سايتوكسكوز او هايبوثايرويديزم او ايفر، واساله على المخدرات هل في بتاخد حاجه ولا لا. نفس الفكره ايه جمعناها في كلام 1 ويك 4 مينيز افكت سوشيال اندكيشن فانكشن ويز اكسكلوجن، شو اكسكلود يعني مش عارف. دي غالبا يعني حاجه كده اللي هو ايه، طبعا مش مهمه بالنسبه لكم مش بتكتبه، لكن الام فور مور توكاتيف، الاي فور اكتيفيتيز او بينفل سيكونسز، عنده النو جول اند جول دايركتد اكتيفيتي، يكون انفليتد سيلف ستيم، انفليتد منفوخ يعني، يكون عنده فلايت اوف ايدياز، سهل جدا تعمل له ديستراكشن اند سو اون. مش علينا نحفظهم بترتيبهم ولا حاجه، بس نبقى عارفين ان انا اختارهم او اعرف المعلومه بتاعت اسبوع والمعلومه الثانيه بتاع انت اختار 3 نقط وانت اختار 4 نقط وهكذا. دي يمكن تكون اكتر حاجه مهمه. طيب البايبولر ديز اولدر 2 او البايبولر 2 ديز اولدرز requiring lifetime experience of at least one episode of major depression وعنده hypomania. فتو ما بيكملش المانيا، وبالتالي كانك هيبقى كل اسئلتك ايه لما يسالك هو ايه المانيا؟ ايه الهايبومانيا؟ يعني ده الجديد الدبريشن احنا عارفينه. فهو عنده ديبريشن، والديبريشن هنا اساسي شويه بايبولر 2، وبيجي له اتليست اتاكس من الهايبو مانيا. الهايبومانيا ما فرقتش كتير غير في انها 4 ايام متتابعه، لكن تحس ان هو هتلاقي نفس الافكار تقريبا، يعني ايه abnormal persistent elevated mood، يعني كمان ممكن يبقى irritable برضه نفس الكلام، في activity energy طاقه كده الدنيا خربانه طاقه لحاجات كتيره طبعا عن الكلام، لكن المهم انها اقل من اسبوع. برضو بالنسبة لتجميع الحاجات نفس العبارة، 3 ولا 4 من السبعة نفس الكلام، يعني كأننا ايه ما اختلفناش خالص غير في ايه، غير في كم درجة الايام يعني 7 ايام ولا 4 ايام. طيب نفس الجمل بس طبعا مكتوبة ورا بعض عشان مش هنعدهم. Inflate self-esteem, grandiosity, decrease in need for sleep, more talkative than usual, fight for ideas, distractibility, إن هو ده عارفها attention too easily لحاجات تقدر تشده بسرعة لأي حاجة، كان بيتكلم في موضوع تقدر تغير له الموضوع بسهولة. Increase في goal directed activity either socially أو sexually. ساعات يبقى في psychomotor agitation لو هو في عنف في الحوار بيسموها كده. اللي يدخل في activity تبقى painful ومن ضمنها الاستثمار، من ضمنها painful it means ان هو فيها مخاطرات مش محسوبه، يعني يعمل investment وهو شحات يروح يشتري يعمل shopping بلا هدف، ده شكل من اشكال المستطور، ويعني اغلبنا بيبقى عنده الحركات دي. بيفرح جدا لما يروح يشتري حاجاته، لما لما يفرح يروح يشتري حاجاته ويخش في دايره مغلقه كده والحاجات دي في الاخر مرميه في البيت. يكون طبعا في تاثير في الفانكشن، ويكون الديستربنس والتشينج متشافه بالاخرين، يعني الناس شافت ده. هنا بقى دي الجزئيه بقى المهمه جدا، الاختلاف في العباره دي ايه بقى. بص الهايبومانيا، بص ما تعملش امبيرمنت سوشيال ولا اوكيبيشنال ولا اديوكيشنال ولا تحتاج للحجز في المستشفى. بخلي بالكم 4 ايام قشطه بالفكره. والحاجه الثانيه والمهمه جدا جدا انها ما بتعملش، ولذلك حتى لما ساعات الناس تقول عن نفسها انها عندها زي ايفوريا او ايليشن مود او وات ايفر، وهو مثلا قاعد معاك في الشغل واخدين بالكم، او هو مثلا بيدرس او احنا في امتحانات او وات ايفر، يبقى غلطان، لان المانيا هتخليه ما يروحش الامتحان، المانيا مش هتخليه يتعلم، مش هيروح يشتغل، بيبقى غالبا ممكن تتقال عليها ايه؟ هايبومانيا، لو هي فيها مكمله بس نفس الافكار بتاع ان انا هاخد 4 حاجات من 7 لو كانت اوديتيتنج، او 3 من 7 وان الموضوع اديله اكتر، اديله 4 ايام مكتمله، وفي الافكار اللي احنا بنقولها دي، وعنده برضه حب للمخاطره والناس ملاحظه ده وحاجات كده. لكن بيقدر يكوب يعني يتعامل معاه،
يتفاعل مع المشاكل، بيقدر يروح بيتهم، يروح الشغل قصدي، يتعامل سوشيالي مع قرايبه وهكذا. دي اسمها هايبو مانيا. نفس الكلام الشرط الاخير اللي هو لا هي ميديكال ديزيز ولا هي مخدرات ريليتد، لان مخدرات كتيره جدا اصلا فكرتها تبقى كده. فيقول لنا ان هي بتبقى نفس الكلام، اورتوكريتيف بينفول سكيت سيكونسز، نو جول اند جول دايركت اكتيفيتي، بيعمل اكتيفيتي بلا هدف وبهدف، يبقى زياده في السيلف ستيم، فلايت اوف ايديا، تنشن تو ايزلي تو ستراكشر، ما بينامش كويس. بس الفرق 4 دايز 4 ايام نوت افكتد سوشيال، ودي النقطه زي ما قلت لكم المختلفه، مش متاثر على السوشيال و observed بالاذرز. يعني ممكن الناس تقول له، ودي برضو من الحاجات اللي موجوده هنا، وده جدول يمكن مش مهم قوي لكن بيفهمك الفرق بين الحاجات من بعضها. طبعا احنا بنقول على المانيك ابيسودز دي انها باي بولر 1، لان انت صعب جدا تلاقي انه المانيا دي موجوده لوحدها. وبنقول على الهايبومانيك ده ان هو ايه؟ باي بولر 2. خلاص، فبيقول لنا البيريد اوف ابنورماليتي والمود، يعني بيبقى فيه persistent elevated expansive. الحقيقه دي ما نفس الفكره، لكن الديوريشن 7 ايام وهنا 4. هنا بيحتاج 4 لو كان اريتيتابل، لو كان اريتابل، ومحتاج 3 لو كان مش اريتابل، ذا سيم. لكن الامبيرمنت ده هو اللي مش ذا سيم، بيبقى ماركت امبيرمنت، بيبقى ماركت امبيرمنت للسوشيال فانكشن، ايديوكيشنال فانكشن هنا doesn't cause market impact. هي دي اللي خلي بالكم كل ما يسأل في الجزئية دي، انت عارف الفرق بينهم وعارف كل الديفيجن بتاع كل واحدة بتبقى شكلها ازاي. دي برضو من الحاجات يعني المهمة. هنا دي شوية جمل برضو حافظة كده بشقة. lifetime prevalence of bipolar disorder موجود في كمية في الجهاز البشر 6% ل 6.5%. الميل تو فيميل ريشيو في ميل اعلى شويه. المين ايج بيبقى 15 ايجز. الناس تقعد يبقى عندها 12 شهر بريفلنس اوف باي بولر، دي نسبه 3.1%. اكتر من 90% من الناس هاف سنجل مانيك ابيزود كود وهاف ريكارنت مود، اللي جالهم ريكارنت 90% من الناس يعني اللي جالهم مانيا بيجيلهم مانيا تاني. 60% من المانيا بتبقى قبل الميجر ديبريسيف ابيسودز. يعني ما هوش لازم المعيان يبقى عنده ديبريشن وبعدين مانيا، لا ممكن تكون مانيا وبعدها ديبريشن. وفي ناس الحقيقه بيرجعوا، ده هي ملهاش مش عليكم بس خليك عارفها، حاجه بيسموها هيدونيك ادابتيشن. واحد بيفرح جدا 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 جدا، في المخ بيعمل ايه؟ يروح جابه في الارض. يعني فكره الكونسيوم بكميات من الفرح ده بيبقى فيه دوبامين و وادرينالين ونور ادرينالين وحاجات زي كده. المخ بقى بيعمل ايه؟ كانه بياخد فتره راحه، فبيبقى الكيميكال ترانسبورت عنده قليله جدا، فبيدخل في ديبريشن. فالواحد يتعلم دايما ايه؟ التوازن، لا تفرح قوي ولا تزعل قوي، الحياه مش ناقصه، هي عايزه توازن. مفيش حاجه في الحياه تفرح قوي زي ما تكون انت مخشوش بس في الحياه دي، ولا حاجه في الحياه تزعل قوي لو انت فاهم قيمتها الحقيقيه. المهم ده بيرجعوا لفكره انه مثلا مش عايز اطول عليكم عشان انت عندكم تحريف، بس بقول فكره انت لما بتجيب موبايل جديد ليه؟ لما بتجيبه الاول بتبقى فرحان قوي وبعدين بعدها بتبقى مش فرحان خالص. لما بتشتري حاجه لان المخ بيبقى عنده الظاهره دي اسمها اللي هو بابا الانجاز ده. الناس اللي بتعيش عايزه تبقى تعمل انجازات في حياتها، يقول لك فك ولا انجازات ولا غير. انت الفكره في الاخر استمتع بالحياه اليوميه كده بالمقدار الاول بقى. وانت ماشي في الانجاز كده. لكن مسألة إن أنا عايز أوصل لتارجتس وحاطط في دماغي تارجتس كتيرة، كل ما بتوصل للتارجتس تبقى قمة السعادة، وبعدين المخ بيروح جابك في الأرض، لأن المخ بيميل لهيدونيك أدابتيشن. يعني إيه هيدونيك أدابتيشن؟ حتى الست اللي بتقول إنها، أو الست اللي بتتطلق وتقول أنا على فكرة عمري ما هقدر أعيش من غيره، أو بتقول، أو اللي بيموت جوزها بيموت وتقول كده ساعات، أو وات إيفر القصة يعني، بتلاقي بعد شوية اتظبطت، لأن هو برضه الهيدونيك أدابتيشن بيجيب من مستوى حزن جامد جدا يرجعك للفلات لاين برضه. هو برضو في حكمه للهيدونيك ادابتيشن ده، ده النورمال مود. المفروض النورمال مود انت مهما حصلت من فرح هتوصل لبيز،
مهما وصلت حزن هتوصل لبيس برضه. المخ بيميل لكده جدا. ليه؟ لانه بيكونسيوم في الزعل هرمونز كتيره، وفي الفرح بيكونسيوم هرمونز كتيره، فهو عايزك يرجعك للبيز، للبيز ليفل، فبيعمل كده فعلا. ده فايدته في الحزن انه بيرجعك تبقى الحمد لله بخير ان شاء الله. عيبه بقى في الانجاز والحاجات دي، ان انت مش بتفضل عايش على فرحه الانجاز زي الانجاز الثانويه العامه مثلا، ده اخر انجاز كنت عملته صح. ف دخلت طب، حصل ايه؟ حصل الخرع وهكذا. فدي الفكره اللي بتبقى المخ بيعملها. طبعا لما بيبقى فيه مانيا، طبعا از باثولوجيكال سيكونس، مش يعني الموضوع فيه بيرسوناليتي وحاجات كده، بيبقى برضو المخ يميل انه يريح شويه. خلاص نيجي للسايكلوثايمك، ده فقري قوي السايكلوثايمك ده، وبنرجع للكيرف ده بعدين. وعليه شويه اسئله لطيفه، اللي هو سنتين على الاقل من فترات من الهايبومانيا خلاص والديبريسيف سيمتومز، اللي هي يقول لك ايه، والله هو ديبريشن مش مكمل الديبريشن، وهايبومانيا مش مكمله الهايبومانيا، بس يعني واخد شويه من الكرايتيريا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الديبريشن مثلا كان فيه افكار كتيره وسيمتومز بنختار منها اربع حاجات ولا حاجه، والله هو ثلاثه. في الهايبومانيا نفس المفروض احنا كنا بنختار برضو ثلاثة او اربعة من لمدة مش عارف اربع ايام. لطيف. هو اللي عنده الاعراض دي بتاعت الهايبومانيا قليلة شوية خلاص، بس استدلها بتروح وتيجي كيرف عامل كده، والكلام ده مكمل سنتين معاك. وخلي بالكم في الام اس كيو ايه بقى اللي هي بتاعت سنة دي، لما يجيب لك مراهق او طفل، يعني يقول لك على فكرة سايكلوثايمك لما مقارنه والطفل يكون اديله قد ايه؟ لا ما بقتش سنتين، تبقى سنه. شكل المده عامل ازاي بالظبط؟ بص هو بيقول لك، بص والله الباي بولر 1 الاخضر ده كمل للمانيا وكمل للدبريشن الاخضر ده. الباي بولر 2 اللي هو البني ده راح فعلا للهايبومانيا وفي ديبريشن، الباقي مش عارف كل الحاجات دي، السايكلوثايمك دخل في الهايبومانيا بس مش مكمل للديبريشن، وبيبقى رايح جاي الحاجات دي. تمام؟ يعني هو تاتش الهايبومانيا ببساطه، يعني مش موصل لهاش قوي يعني، فهو مش مكمل ان يبقى اسمه ميجور ديبريسيف ديسوردرز. والحكايه دي خلال سنتين راح جاي على المريض ده، لو احنا بنتكلم في ادلت. طب احنا بنتكلم بقى في مراهق، في التين ايجرز، نتكلم في طفل وات ايفر، الحساسيه من هو صغير تبقى سنه خلاص. يبقى الحكايه زي ما قلنا المده مهمه جدا، يكون عنده هايبومانيك وديبريسيف بيريودز عدلها فتره دي. الكرايتيريا اوف ميجر هايبومانيك ديبريسيف هاف نيفر بين ميت، يعني هو مش مكمل المانيا ولا الهايبومانيا بشكل كبير بشكل كامل، واخد منهم. الدبريشن نفس الكلام مش مكمله بشكل كامل. ما فيش حاجه تانية تفسرها الحاجات دي. يعني ايه؟ يعني يقول لك في المرض النفسي، واحد جاي لمرض نفسي انت مش عارف تكمل الكريتيريا زي المرض ده كده، هو بيجيب شويه حاجات من الهايبومانيا ويجيب شويه حاجات من الدبريشن، والموضوع كده دي له فتره طويله زي ما قلنا بالشكل ده. طبعا الكيرف اللي جبت لكم ده موجود في كتب، هو هنا بس بيقول ان هو المختلف شويه عن الكيرف. الكيرف بيقول انه يوصل لهايبومانيا بس ما يوصلش للدبريشن، ده مين؟ ده السايكلوسايد. ريسنتلي قالوا كمان هو ما بيوصلش لهايبومانيا قوي، عنده مثلا بدل الثلاثه عنده اثنين من المانيفستيشن، والديبريشن نفس الكلام ما بيوصلش لا للهايبومانيا ولا للديبريشن، بس دي له فتره طويله جدا سنتين مثلا. المهم لما بنيجي نفكر، مثلا واحد سايكايتري بيفكر، واحد سايكايتريست يعني عايز يحط تفصيل الحكايه دي، عنده التشخيص البيور ده اللي هو اسمه سايكلوسايد، بس هو لو شاطر ما يعملش كده من الاول. ليه؟ لانه في اعراض كتيره بتبقى سكندري للسايكوزس. اللي هو ايه السايكوزس اصلا؟ اظن ده محاضره في الترم الثاني او حاجه كده، اللي هو السكيزوفرينيا، اللي هو اللي عنده هالوسينيشن وديلوجنز، ساعات يعمل افكار زي كده يخليه من كتر ما عنده هالوسينيشن وديلوجنز مكتئب،
او عنده هاليسيشن او ديلوجنز، مبسوط بيشوف حاجات بتفرحه، فممكن ده يكون بدايه ده، او يكون في ميديكال ديزيز بيكئبه او ممكن بيفرحه، او يكون العيان ده اندر افكت بتاع السبستنس معين. فعشان كده هو لما جه يختار في الحته دي بالذات، يعني في الموضوع بتاع السايكوزايمك، قال ماشي الديوريشن، وبعدين قال ان هو مش مكمل الكرايتيريا وكده، وجه بقى في الحته الاخيره قال ايه اللي هي دي، قال خلي بالك ويكون الكرايتيريا دي not better explained بالسكيزو افكتيف ديز اوردرز ولا السكيزوفرينيك ديز، حاجات بقى هتاخدوها في السكيزوفرينيا ولا السكيزوفرينيا على الاصل ولا سايكوتيك ديز اوردرز في المطلق، وحط من يعني لو انت عايز تتعلم سايكاتري فعلا ميديكال ديزيز ولا سبستانس ديز. انت بالنسبه لك برضو الموضوع هنا مؤرخ شويه عن خلاف عن البايبولر 1 والبايبولر 2. ليه بقى مؤرخ شويه؟ لان البايبولر 1 كامل الكرايتيريا كامل، بايبولر 2 كامل، الفرق بس دي هايبومانيا 4 ايام ودي مانيا 7 ايام او اسبوع خلاص، ومعانا ديبريشن. في السايكوزايميك انت مش مكمل بالصوره، وان كان بعض الناس بتقول ان هو يكمل الهايبومانيا ما يكملش الديبريشن ريجاردلس من التفكير. فكده راحوا عملوا ايه بقى عشان الدنيا تكمل؟ قالوا لازم نحط في اعتباراتنا الحاجات دي عشان انا مش عارف التشخيص بالظبط. اول حاجه ما يكونش مرض نفسي تاني، الحاجه الثانيه ما يكونش بياخد مخدرات، الحاجه الثالثه ما يكونش مرض ايه ميديكال. دي اتحطت في الكريتيريا في السايكوسوميك بس بشكل كبير، انها تكون الحكايه دي مش تبع سايكايتريك تاني. انت هتلاقي في الكريتيريا بتاعت المانيا قلنا ما يكونش بياخد مخدرات بيت، لكن ما قالش يكون سكند للسايكايتريك ديز اوردرز نعملهم، لانها لو ما كملت الكريتيريا خلاص تبقى دي اسمها ميديكال. الهايبومانيا نفس الكلام، فدي برضو من الحاجات اللي مهمه جدا 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 في السايكلوسايميك. خلاص طيب سؤال، السايكلوسايميك ده بيعمل امبيرمنت للسوشيال واللوكيشن فانكشن؟ يس، يعني كانه ايه؟ كانه الحاجه الوحيده اللي خدناها احنا عندنا باي بولر 1 بيعمل امبيرمنت، او المنيا لانها ممكن تتسال على هيئه منيا بس تعمل امبيرمنت، الهايبومانيا ما تعملش امبيرمنت، وهو ده هو البايبولر 2 بس طبعا الجزء بتاع الهايبومانيا ده بس. السايكوزايميك لان فتره طويله من التأرجح المزاج او تقلب المزاج خلاص، في الادلت بتبقى سنتين، في المراهق بتبقى سنه، بتاثر على الفانكشن الاداء العام سوشيالي اند اوكيبيشنال. لما جه يحط البايبولر ديز اوردرز هي تفكرك بايه او حاجات كده السايكوتيك، زي السايكوتيك بقول من شويه، قد تكون حاجه مرتبطه، طبعا دي مش مهمه في الام اس كيو قوي لكن مهمه في العملي ممكن، او لما تاخد بقى الحاجات بيقول انا ممكن افكر ان ده سكيزوفرينيا، والسكيزوفرينيا هو بيشوف هاليسينيشن حاجات، هو طبعا في الاصل حاجات عايزه تقتله، حاجات مش عارف عايزه ايه، وساعات حاجات تفرحه، حاجات بتبسطه، فهو بيبقى مر بالفتره دي. فده سكيزوفرينيك بقى، الحاجات دي كلها السب تايبس موضوع شويه عايز تفاصيل. الافكتيف ديز اوردرز ان يكون طبعا ديبريشن كامل خلاص، مش لازم يكون باي بولر، طبعا ممكن يخش يكون انا عندي خطا معين في التشخيص. الاريتيتنج تايب او الاريتابل تايب اللي اتقال كذا مره ان في الاريتابل يشد ان انت تجمع 4 من 7، ممكن يكون انت غلطان برضو مش فاهم ان امينيا بالظبط وتطلع انكزايتي ديزورد، حاطط لك الجدول بانيك ومش عارف ايه، عشان كده قال لك لا لو مكمل 4 ويوذ انها تكون مينيا وهايبومينيا اند سو اون، ان يكون ده مخدر او تاثير مخدر خلاص. ان ده يكون، ودي حته لطيفه قوي، يكون اي دي اتش دي، سمعتوا عنه كان حاجه في مسلسل في رمضان اللي فات كان بيتكلموا على مرض فرط الحركه ده، حد شافه؟ مش عارف اسمه ايه، حد شافه؟ عشان مسلسل في رمضان السنه اللي فاتت كانوا بيتكلموا على طفل كده عنده مرض فرط الحركه او بنت كبيره. ايوه خلي بالك، يس ايوه، هو ده اسمه اتنشن ديفكت هايبر اكتيفيتي ديز اوردرز. ليه بقى برضو؟ لان هما نفس عندهم نفس الكلام من ناحيه حاجات معينه، بيتبسطوا بالسكريات، وعشان كده بنمنع عنهم السكريات اللي بيسموها جلوكوز
رش خلاص. فهم تلاقيها كانت في طول المسلسل ماسكة معاها الحاجات اللي هي الكاندي دي بتاع اللي هو زي الجيلي كولا ده والحاجات زي كده. وبعدين عندهم ايه حركة مفرطة وعايزين يكسروا الدنيا، وفي مشتركين في الايه في الديستراكشن. كان البنت التانية صغيرة اتشخصت كده وجابوا لها حاجة اسمها شادو تيتشرز، مدرسين الشادو تيتشرز اللي هو يقعد معاه في الفصل، مدرس يقعد جنبها يعني طبعا زي عندنا بالظبط. المهم الفكرة ان هما بيبقى مشتركين في الديستراكشن اهي، بص عشان تبقى عارف بس القصة دي، مشتركين في الديستراكتابيلتي، هما مشتركين بالحاجات دي بشكل كبير جدا، مشتركين في الليست نيد فور سليب مش عايزين يناموا، مشتركين في الرابد سبيتش كده بسرعة، مشتركين في ريثينج سوتس أفكار كتيرة، بس هم مش مشتركين في إيه؟ في الجرانديوز دي اللي هو بيسموه انفليتد سيلف ستيم، الحقيقة مش معايا الحصة دي. وهو طبعا بيحصل في المراهقين وفي الأطفال وحاجات زي كده، وبيقول لك إنه في نسبة كبيرة جدا بيمس دايجنوز على إنه بايبولار ديسوردرز الاي دي اتش دي مرض فرط الحركة ده، بيمس دايجنوز على إنه، فبرضه لو احنا بنتكلم على ان هو رابيد سبيتش ريسنج ثوتس ديستراكتابيلتي ليسنينج فور سليب وذاوت جرانديوزيتي وذاوت ما يبقى فيه انفليتد جرانديوز وذاوت ان هو ما يبقاش فيه تارجتس اللي بيسموها بينفول ادفنتشرز عايز يخاطر ويجازف وحاجات زي كده، هيبقى بالنسبه لي يمشي اي دي اتش دي. لكن لما يكون لا في مخاطره ومجازفه وسيلف ستيم عالي جدا والانفليتد جدا منفوخ في نفسه كده وحاجات زي كده، فدي من الحاجات المهمه. او يكون جزء من البرسوناليتي ديز اوردرز، في حاجه بيسموها برضه جزء اظن اللي هو في الترم الثاني بيسموه بوردر لاين برسوناليتي ديز اوردرز، دي شخصيته كده خلاص. او يكون عنده حاجه اسمها بروميننت اريتابيلتي متشخص باريتابيلتي معينه. انا طبعا مش مهم ايه هو البوردر لاين ديزوردرز طالما ان هو لسه هيجي، لا هيجي الحاجات دي ان شاء الله في الترم التاني. بنعمل ايه؟ طبعا احيانا لما يبقى فيه انديكيشن للهوسبيتاليزيشن زي ان انا عايز انط من البلكونه مثلا عشان دي بالنسبه لي ده تارجت وده هيعمل لي ادفنتشرز وهيجرش عندي الادرينالين وحاجات زي كده، وانا بقيت اشوف ناس كده يعني انت كدكتور سايكاتري بقيت البني ادم بيحكي لك القصه اللي هنعملها ان شاء الله، فانت تاخد بالك ان ده موهب ما فيش حاجه اسمها كده، ده انديكيتد ان هو يتحجز في المستشفى. لما يكون ان هو بيسموه اللي هو السم دينجر هيضر نفسه هيقطع شرايين نفسه مش هذا انتحار هذا تجربه، خلي بالكم دي نقطه سخيفه شويه، مش سوسايدال، مش سوسايدال ترايلز ولا سوسايدال ثوتس، لا اذا انا عايز اجرب. في ناس بتشرب مخدرات برضو في فترات الهايبومانيا زي العيد عندنا، تعرفين لك العيد بنعمل في العيد يا اولاد بنعمل ذنوب كبيره جدا. الفكره الانبساط اللي هو المبالغ فيه ده اللي بيخليك تجرب تجربه غلط وفي الاخر تعمل لك ادكشن وات ايفر، فانت شيء حد جه قال لك الحكايه دي او انه عنده اريتابيليتي عاليه جدا وصلت لمرحله ان يكون في سمباثيك مانيفستيشن. الحاجات دي يعني بتبقى من الحاجات المهمه. لكن الفارماكولوجيكال ثيرابي اكتر حاجه مهمه المود ستابلايزر، ولازم نحفظ لنا شويه حاجات في المود ستابلايزر لان جه سؤال كان بيقول all of the following are mood stabilizer except الليثيوم مود ستابلايزر، الكاربا مازيبين تجريتول، ده اسمه تجريتول في الصيدليه تعرفوا ولا لا، مود ستابلايزر، الفالبوريت اسيد وده انتي كونفالجنت، مش عارف انتوا برضه ليكم في فارما ولا زي ايه، حطوا في فارما معرفش، ده اللي هو دواء بنستخدمه في الصرع عشان كده ولا لا. فالثلاثه دول مهمين جدا احفظهم. ان هو دايما بيسالني انت عارف يعني ايه مود ستابلايزر يا ولاد؟ يعني يرجعك لا للدبرشن ولا للمانيا، عايزين نرجع للايه؟ للهيدونيك ادابتيشن. طبعا هي الكلمه دي مش في المحاضره فعشان الناس ما تحفظوهاش، هي دي كلمه في حلقات الدحيح. يعني دي كلمه بتتقال في بتوع اللايف كوتشنج بيقولوها كتير، يعني دي حاجه موجوده فعلا في السؤال بتاع الجسم. لكن هو مين اللي بيرجع للهيدونيك ادابتيشن؟ يعني الحاجات دي الليثيوم ده كنا خدناه فين قبل كده؟ صباح الفل، خدنا الليثيوم فين قبل كده؟
انتوا معايا ولا نعيشتوا؟ ايوه برافو عليك. تمام، الليثيوم بيعمل دايابيتس انسيبيدس، نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. شو بنقول معلومه مهمه، الليثيوم من الحاجات اللي بتعمل نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، وبيبوظ في حالات كتيره الثايرويد. هو مش زي الاميدارون بس بوظ الثايرويد، فخليكم عارفين المعلومه دي. لانها بتيجي ازاي؟ طبعا مش هتيجي في السايكايد، لكن تيجي في الاندوكراين. واحد عنده باي بولر 1 ولا 2 وات ايفر، سايكوثالميك، اي حاجه من الحاجات اللي فيها ايه؟ اللي فيها الكيرف طالع نازل كده. المهم كتبنا له دواء، الحاله بتقول كده، كتبنا له دواء لانه بوليوريك. واتس اكسبلانيشن؟ يقعد يقول لك بقى هل ده سنترال دي اي ولا ريفروجينيك دي اي ولا. فالليثيوم من الادويه المشهوره بالحكايه دي. احنا ممكن عندنا ثلاث اعتبارات اخرى، الكاربا مازيبين ده يمشي، وادويه الصرع اللي هي الفالبوريت او اسمه فالبوريك اسيد، اسمه في الصيدليه اظن سمعته، يمكن تكون سمعته، يا رب يا رب، اسمه ديباكين. هتسمع الديباكين؟ سمعت عن الديباكين؟ سمعت الديباكين؟ تمام، برافو عليك. الديباكين ده من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الصرع، مهمة تعرفها في الأطفال. المفروض برضه أطفال كمان يعني. فالمفروض أنت في الأطفال الديباكين ده بتديه في حالات الكونفاكشن. وبقى هو ليه دور تاني، بيستابلايز الموت. لما يكون واحد يعني فظيع. طيب الحاجة التانية إن المانيا، عايز اقول لكم الحته دي، المانيا فيها دوبامين عالي جدا في الفرونتال لوب. فهو في مرحله المانيا بنديله انتي سايكوتيك، يعني بنديله حاجات انتي دوبامينرجيك. التراديشنال اسمه هالوبريدول، الجديد اسمه اولادا، اولانيزيبين. تاني احنا في العادي بنعمل ايه؟ اصل ليه هنا جايبين سيرة المانيا؟ عشان احنا كنا قلنا ايه؟ احنا عندنا في يعني الهاي باي بولر ده 1 2 سايكلوثايمين، عباره عن كده. الاساسي في العلاج ليثيوم. طب لو انا مش هينفع اروح مديله الدباكين او الصوديوم فالبريت او سمبربريك اسيد، مش هينفع ندي الكربامزيبيت. حلو، فهو في المانيا، وهو في مرحله المانيا، التراديشنال اسمه هالوبريدول. احنا يعني عندنا في المستشفى ناس بتيجي تتشنج وتتخانق وتشتم ويسب لنا وحاجات زي كده نتيجه سي ان اس افكشن او مرض يعني. عندنا بنجيب حاجه طوارئ كده اسمها هالو دول نقط، هتشوفوها لما تروح المستشفى، شويه نقط كده هالو دول من الصندليه، تدي له شويه نقط كده على لسانه والدنيا تهدى شويه. بيروح عامل ايه الهالو دول ده؟ مرجعه للهيدونيك ادابتيشن ده، بيروح رازعه نازل نزله الدوبامين العالي اللي هو مفشوخ بيه ده، وده اسمه تراديشنال او قديم. لكن الجديد اسمه ايه؟ اولا سيكين سي لو اولا ده. طيب ايه اللي انا حاطط خط تالت هنا؟ عشان لو هو في الدبريشن دي الدبريشن، يبقى معنى كده ان لو باي بولر جايب بالمانيا هياخد انتي سايكوتيك بلس ليسيا. طب لو هو جايب الدبريشن هياخد انتي ديبريسنت بلس ايه؟ برضه ليسيا. احنا مش مثبتين الليسيا بس يعني، بس عشان الليثيوم ده اشهر مونستابلايزر عارفه التاريخ. واخدين بالكم من القصه ولا مش معايا؟ طبعا هل ممكن العيان نعمله اي سي تي برضه؟ اه ممكن. السيفير كيزز ممكن. هل محتاج سايكوثيرابي؟ يس طبعا محتاج سايكوثيرابي، وحاجات من الحاجات اللي لها افكت. بس بص خد بالك من الجمله دي، ممكن تيجي ام اس كيو يقول لك ايه؟ ركز معايا في الحته دي. يقول لك السايكوثيرابي can be an effective treatment في bipolar disorder بس not during the active manic episodes. ليه بقى؟ لان هو اثناء المانيا هو مش هيقعد، هو عنده distractibility، فاهمين؟ هو عنده flight of idea، لكن ممكن in between او حتى في الدبريسيف مفيش مشكله، على هيئه حاجات كنا شرحناها بقى في الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، ومش عارف نفوكس على الفاميلي ثيرابي، نساله اخبارك وانت صغير، وجوك جروب ثيرابي، ونقعدوا على ناس بيديله نفس الكلام وهكذا. لكن قلت لك خلي بالكم مرض فرط الحركه، لانه طول الوقت في فرط حركه، فيبقى صعب جدا تعالجه سايكوثيرابي. من الحاجات الصعبه قوي اللي هو الاي دي اتش دي ده اللي هو من شويه، هو اصلا ما عندوش ديبريشن بعد شويه، هو طول الوقت كده اكتف يعني. خلاص دي جمل من الجمل اللي محتاجين نبقى عارفينها، ده ممكن يبقى
سؤال. ماشي، ناخد ال sleep disorders. السليب ديس اوردرز برضه هو يعني في لطيف مش وحش برضه، من الحاجات اللي هي مجمعه، او الفكره مجمعه بمعنى ان احنا عندنا يعني تقدر تقول ان هو بيلم شويه
في صوت كده، ما فيش صوت. تمام، كنا بنقول السليب ديز اوردرز ان احنا عندنا هو شيء من الخلل فعلا، بس موجود ما بين الجنرال بيبيوليشن. شد انك تبقى عارف ان دي مهمه، مش بس هو علامه على المنتال ديز اوردرز، يعني هو مش بس علامه على انه بيبقى فيه خلل نفسي، مش شرط. الجمله اللي بعدها بتاكد الكلام، الجمله دي برضو مهمه، بيقول ان up to 30% of population عندهم insomnia especially insomnia يعني ارق، ويسيك الهيلب فور ات. معنى كده انه ممكن يكون ده رقم قليل جدا، انت مش 30، ده اكتر من 30، لانه ممكن الناس ما بتقولش كده. لكن ده من الحاجات الجمل المهمه، او اللي يشود ان انت تبقى عارف انه مساله الخلل في النوم، او انا مش عارف يعني شيت النوم، او ان انا بصحى بدري ما اعرفش انام تاني وهكذا، مش لازم يكون معناه مشاكل منتلي. الحاجات غير الانسومنيا اللي هي الاكسسيف داي تايم سليبنس، ان يكون difficult sleeping during desired sleep time، عايز ينام ما يقدرش ينام، ان يجي له nocturnal event زي النايت ميرز والسليب ووك، خلاص ان هو يبتدي يشوف كوابيس، او ان في ناس بتتمشى وهي نايمه زي ما هنشوف كده. المرحله او النقطه المهمه شويه في المحاضره دي اللي هو شوية كلمات كده أو حاجات نبقى عارفينها بس إذا جمل، يعني الجهاز اللي بنستخدمه اسمه بولي سيمانوجرافي، عامل زي السونار كده، بص عشان بس هو مش بنكتبه يعني، فلكن مش عارف تكتبه إمتى، عامل زي كلمة سونوجرافي أهو، هتحط بس إم هنا وبولي قبلها. هو جهاز موجود في المنيا الجديدة في مستشفى القلب والصدر، ومعقد شوية لأن إحنا بنعمله عشان نشوف الحكاية النوم دي، بنحط معاه جهاز يقيس حركات العين، لأن في مرحلة اسمها الريم سليب اللي هي بتحلم نحلم فيها دي، رابد أي موفمنت، فبيحطوا جهاز يقيس حركات العين اللي هو لو بصيته هتلاقيه كاتبه لك إلكتريكال أوكيولار جرافيك ميجرمنت، بيرسم حركات العين، وبيحطوا معاه جهاز بيرسم حركات المصل، وبيحطوا معاه جهاز اسمه المخ. تاني، انا عايز ارسم، انا عايز اعرف اسليبنج
كده الصوت واضح، معلش نعيد الجزئية دي تاني. بص بنعمل ايه؟ الجهاز اسمه بولي سيمينوجرافي، ده موجود في مستشفى القلب والصدر عشان احنا بنقيس وظائف التنفس والعيان نايم لغرض اسمه اوبستراكتيف سليب ابنيه. في ناس لما تيجي تنام هيجي بعد شويه يتقال الكلام ده، بيجي لهم اوبستراكتيف سليب ابنيه. خلاص يعني ايه اوبستراكتيف ابنيه؟ ينام لورا، اللي هما بيناموا على جهاز. حد منكم شاف جومانجي 2؟ هتلاقي الراجل كان بينام على الراجل العجوز اللي في اول الفيلم ده كان بينام على جهاز وهو نايم، بيحطوه على جهاز اسمه سيباب، لان هو الناس دي الفرنكس بيتقفل، هو عنده لغد هنا كده واحد تخين قوي كده هنا في رقبته، فبيقفل على النفس. فبنعمل بنستخدم الجهاز ده احنا، معلش دي هنجيلها بعدين بس ركز معايا. الجهاز اسمه كده. بنحط بعد كده حاجه بتقيس الاوكيولار موفمنت، عايزين نعمل سليبنج ستادي كامل، يعني عايزين الواحد نشوفه بينام شكله ازاي اللي بيحصل وهو نايم. خلاص. وبعدين بيحطوا جهاز رسم المخ العادي، يبقى ده كانه نفس، نشوف الاكسجين داخل وطالع، العين عشان حكايه الريم سليب دي، وجهاز المخ العادي، وهنطلع بليفلز بقى مستويات، معلش اللي عليهم بتاع المعضلات كمان الاي ام جي. خلاص فتلاقي الراجل نايم، بص عامل ازاي، حاجه فظيعه، كل حته فيها جهاز وفيها سلك. فبقى يلاقوا ايه بقى لما جم يدرسوا ده؟ لقوا ان احنا واحنا صاحيين، ما اعرفش دي جمله قلنا ولا لا، بيبقى طبعا الحكايه انت ديتكت ترسم تشوف رسم المخ دي وتعرفها صعب، يعني مش قصتك يعني، بس في الاخر بيبقى الخط سريع جدا، خط بتاع المخ يعني، لو جبت زي رسم القلب كده بنسميه لو فولتج راندوم اند فيري فاست، يعني مفيش ويف بعينها بيدومينانت، انت مفيش ويف عامله كده مثلا، مش عامله كده مثلا بتاعت رسم القلب، لا راندملي خالص، خبيط كده اهو، فدي معنى كلمة راندم. سريع جدا خلاص، والفولت بتاعه اسمه لو فولت، يعني ايه؟ يعني مش اللي هو عامل كده، لا زي اللو فولت دي بتاع ايه؟ بتاع الهايبوثايروديزم، يبقى لو فولت دي اللي هو انا مش شايف ويف، سريع جدا 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 بس مفيش حاجة ايه عالية قوي. ده الاوكنس او الاوكنج اللي هي مسألة واحد صاحي. طيب هيدخل في النوم، لقوا ان هو بيبقى راندم برضو، سريع برضو، بس بدأت تاخد شكل ويف معينة. الالفا دي هي اللي بتبقى مع الدراوزنس، واحد نعسان ودي اظن انها مهمه الجمله. الالفا ويف دي بدات تبقى مع النعس. طيب ندخل في مراحل النوم، هو بقى عامل لك شويه حاجات لطيفه. هنا في المرحله اللي كل اللي جاي ده متقسم في المحاضره بطريقه غريبه شيكه يعني، بس هو احنا بنسميه النون ريم والريم، والقبلان كان فايق وكونفيوز وكده، اربع حاجات يعني، لكن هو في النوم عامل تقسيمات مختلفة شوية، لكن النار ريم يعني مفيش. لما جم يريكورد النوم فلقوا ان في الفترة دي العين ما بتتحركش، اللي هي المرحلة الأولانية دي. فأول مرحلة عشان تبقى دخلت في النوم اسمها ثيتا ويف، ده شكلها، دي كلمة سايكل بير سكند، بنشوف منها كذا واحده كده، بنشوف منها من 3 ل 7 في الثانيه، وبعدين تسكن شويه. خبيط فظيع جدا، لازم المخ يبقى لما تعمله طبعا عند صاحي بيعملوه عشان يشخصوا الكونفولجنز واند سو اون، تلاقي دفتر كبير كده اللي هو ايدز كتيره جدا يعني. لكن ايه اللي المفروض بيحصل في المرحله دي؟ بيبقى ديب ريلاكسنج، العيان
بيبقى في حاله مديتيشن، يبقى خلاص بدا يريلاكس يعني. تمام. المرحله اللي بعدها ثيتا ستيج 1، خلاص الكونفيوجن او اللي هي سوري الدراوزنس بيبقى فيها الفا، دي الالفاظ اللي انا المفروض حافظها، اللي انا صاحي تبقى حاجات ملهاش اي معنى سريعه جدا 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 جدا، فدي رابت او فاست لو فولتج، ملهاش فولت معين ومفيش سبيسيفيك، ملهاش فولت ازاي؟ لا شوف دي مش لو فولتج، لا دي في فولت اهو. خلاص المهم اسمها ايه؟ ثيتا ويف. الحلقه اللي بعد كده يبتدي فارزر سلوينج، يعني يهدى بقى المخ شويه، ودي بيعتبروها الدخول في النوم. والحقيقه بص دي ودي معانا فيها بص دلتا ويفز، ولذلك في ناس كانت تقول لك دلتا ويف ديب سليب، بدا يدخل في النوم خلاص. تمام. يبقى اذا ايه فيرزر سلوينج بيحصل في ستيج 2، وده يعتبر بدايه النوم. بعدين يدخل لنا في ستيج 3 اللي هو بدا يبقى عنده خلاص دلتا ويفز، والامبليتود بتاعت الدلتا بتبقى واضحه. اول ما بنرسم الدلتا ويف يبقى هو ايه؟ خلاص نام. لا المخ، وقصده المخ مش الويفز، سلوينج في الفانكشن، فاهم يا ريس؟ مش في مش في الويف، الويف دي حاجه تانية. سلوينج يعني ايه؟ خلاص بقى فاصل معايا، هو مش قصده السايكل بي اس بي، ملهاش دعوه. هو بيتكلم على انه خلاص احنا بدانا ايه؟ بدا يريلاكس يريلاكس يريلاكس، وخلاص وبدانا نفصل القصه ودخلنا في الكيرف اللي هو هنا. بص دي الحته اللي هي زي ما قلت لكم في تقسيمات ثانيه احنا بنعتبره النون ريم سليب اسمه دلتا ويف. الدلتا المفروض دي شكلها يعني، مش عليك تميز شكلها ولا حاجه. فور بدا يفك من الدلتا ويف شويه، فبدات تبقى 50% عشان هو يبتدي بقى يدخل في الريم سليب. الريم ده الرابت اي موفمنت ده اللي هو عينيه بتبرمش جامد جدا 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 جدا، ده المفروض ان بنحلم في المرحله دي، ودي على بعضها اسمها سايكل، المفروض على بعضها دي اسمها سايكل. الفولينج سليب اللي هو انا داخل في النوم ده ايه؟ اللايتنان ريم الثيتا. الثلاثه هو في التقسيمه بتاعت المحاضره حاططهم ثلاثه واربعه مش عارف ايه، ده اسمه الديب نان ريم سليب اللي هو ما في دلتا ويف، وبعدين ندخل في الريم سليب. طيب المفروض ان الريم سليب ده ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل في الريم سليب؟ المفروض ان انت هتبتدي تصحى يعني كانها سايكل وانا هبتدي اصحى. فبيقول لك الريم سليب بيحصل ايه؟ البرين بيكم مور اكتف، بس يبقى ريلاكسد ما بيتحركش، بس في المرحله دي احنا بنحلم. يعني في المرحله دي بيبقى ايه؟ في الاحلام موجوده. والايز بيبقى مور رابد، خلي بالك انه كونك ما بتحلمش معناه انت مش بتدخل في الريم سليب. ما ده جزء برضو من منظومه النوم. كون انا ممكن اكون مش فاكر الحلم. دي مساله اخرى. لكن هو الريم سليب من احسن مراحل السليب. يعني ليه بقى من احسن؟ لان معناه ان انا تميت السايكل. انا كده ان انا وصلت للسايكل. من ضمن علاماتها من غير ما تعمل برين ستادي ومن غير ما تعمل معرفش ايه من غير ما تعمل كل الاجهزه دي هي مساله الاحلام. لان في المرحله دي بيبقى ايه؟ لو انت مركز مع واحد نايم هتلاقي عينيه بتتحرك اللي هي الايليدز يعني بتتحرك بسرعه جامد جدا وبيحلم في المرحله دي. يعني هو يمكن الرسمه دي مش جايه في المحاضره بس عشان تبقى فاهم احنا بنقسمهم ليه اصلا يعني. يعني احنا اصلا بنقسمهم ليه؟ لان المفروض دي احنا بنسميها سايكل، المفروض دي السايكل بتاعت النوم يعني. برضو دي يعني مش موجوده برضو في المحاضره، لكن يعني الدلتا بتبقى موجوده في الديب سليب، الثيتا في البدايه خالص، الالفا لما يبقى ريلاكسد، البيتا مش موجوده في عندكم يعني لانها بتبقى دي من حياته صاحي يعني بيفوكس. لكن
خلينا نراجع كده بشكل مختصر، انا هستفيد من الاستيشيز دي ازاي؟ ده عشان برضو نمشيها مع المحاضره، مش عايزين نسيب المحاضره في حالها يعني. نخليها مع المحاضره يعني. انا لو انا هاخدهم مع المحاضره هقول انه الصاحي ليه كرايتيريا في الاي سي جي، في المفروض في الاي جي والبوليسيموجرافي والحاجات زي الكرايتيريا دي عامله ازاي؟ خط سريع جدا 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 جدا، ودايما عليه لو فولتج خلاص، ومالوش سبيسيفيك باترن، مفيش ويف معينه، وسريع بالنسبه لي. لكن لو فولتج دي كلمه مهمه، مفيش سبيسيفيك باترن كلمه مهمه، وده اللي بيتقال عليها راندم، يعني مفيش ويف طلعت بشكل. طبعا هو بعد شويه يمكن ده مش موجود في المحاضره، لكن يعني ما اعرفش هتيجي امتى بالنسبه لكم، انه مثلا بيرسموا ويف للفوكسنج، هو لما واحد بيفوكس على حاجه بيعرفوا يطلعوا ويف معين. طيب الالفا دي معناها ايه؟ ان بدانا ندخل في الدراوزنس، يعني انا بالنسبه لي خلاص بدات اتاوب اهو خلاص، ده يبقى كده رسمت ايه؟ يبقى رسمنا الالفا ويف، هي شكلها ايه؟ ده موضوع مش مهم قوي، لكن الالفا ويف بدايه من الدراوزي الفا ويفز. طيب دخلنا هندخل بقى على النوم. دخلنا على النوم. هنبتدي النوم اهو. اللي هي اسمها ايه؟ سيتا ويف. ولا ناخد شكل ويف يعني فعلا شكلها محترم. بدأ يدخل في الديب ستيب اللي هي بنسميها النون ريم، هم هنا مقسمينها لثلاثه واربعه وقسم كذا تقسيمه كده، هم كلهم دول بيتميزوا بايه؟ بيتميزوا بالدلتا ويف. خلاص؟ يعني كل اثنين قصدي ثلاثة اللي هي الدلتا ويفز. طيب بدأنا نخش في مرحلة ان انا طالع على الريم سليب يفقد 50%، يبقى 50% بس دلتا ويف اللي هي المفروض ستيج أربعة، وبعدين هنخش في الأخيرة اللي هو دخل في الريم سليب مش هتبقى فيه دلتا ويف ولا حاجة. في الريم سليب في الريم سليب هو عامل زي الدراوزي سليب، يعني زي ما هنرجع تاني من الاول، يعني ايه؟ يعني في ثيتا ويف كويس، لكن اللي خلانا قلنا ريم سليب لان انت حاطط الكترود بيسجل لك حركات العين، فده الفرق بين بدايه النوم ونهايه النوم. الريم سليب مهم جدا لانه من الحاجات زي ما قلت لكم اللي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها احلام. برضو دي تقسيمه زي اللي جت قبل كده ستيج 1، بس هنا عاملها بالوقت من 5 ل 10 دقائق. ستيج 2 تبقى 20 دقيقة. ستيج 3 تبقى 30 دقيقة. الريم سليب اللي هو ما بين اللي في النص ده المفروض بيبقى حوالي نص ساعة، يقول لك إن السايكل عموما بتبقى حوالي 90 دقيقة. يعني عشان تنام حلو كده وتاخد سايكل تبقى 90 دقيقة وبعدين ترجع تاني تعيد السايكل تاني. يعني الحكاية دي بتتكرر في النوم طول الوقت. فأنت ممكن تشوف خمس ست أحلام، لو أنت بتنام 8 ساعات مثلا ممكن تشوف لك خمس ست أحلام. الفتر في فتره الريم سليب انت في اكتر فتره ممكن تفوق فيها، يعني في الفترات بتاعت النان ريم دي بيبقى الاستيميليشن عشان يصحيك صعب، لكن في الريم سهل جدا تصحى لان المخ رجع يشتغل تاني. هو ايوه انت ريلاكسد وجسمك كله ريلاكسد، لكن المخ بدا يشتغل بدليل ان احنا بنحلم خلاص. ففي المرحله في مراحل تقدر تصحي العيب تصحي البني ادم فيها، ومراحل ما تقدرش تصحي فيها بسهوله يعني. الجمل دي برضو مهمة. بيقول ايه بقى؟ بيقول الافريج بيرسون هياخد حوالي 15 ل 20 دقيقة عشان يدخل في النوم. عشان كده هو بيقول كده ليه؟ طبعا دي جملة مهمة. لكن في نفس الوقت عشان ده ممكن يعتبر نوع من انواع السليب ديز اوردرز، انا مش عارف انا ادخل في النوم بسهولة. قد يكون ده جزء من الموضوع. ان انا بقى لما بنام زي الحيطة نايم. خلاص؟ لكن عشان انام بيبقى صعب. فطب المفروض اخد قد ايه في الطبيعي؟ زي ما قلنا حوالي تلت ساعة. النكست 45 مينتس 45 دقيقة اللي بعد كده يعني هي اللي بتبقى القصة بتاعت الثلاثة وأربعة ستيجز، إن أنا أدخل بقى للديب سليب، وهيبقى محتاج في ال 45 دقيقة دول بص largest stimulus to arouse. arouse يعني كلمة بتستخدم كتير جدا في السكاتري، معناه يفوق، معناه يصحى، معناه إن هو مستثار، معناه إن هو عنده مش عارف سيكشوال ديزايرز، لكن هو هنا عاوز يعني يفوق عشان تفوقه في المرحله الثالثه واربعه، يعني اللي هو في التقسيمات الثانيه بيقولوا عليها نون ريم سليب، دي هيبقى محتاج استيميشن عنيف. 45 دقيقه بعد ستيج 4 بيخش في الفيرست اي موفمنت،
يخش في الفيرست اي موفمنت اللي هي الايه؟ الريم سليب. الريم ليتنسي استمرار الريم بيبقى حوالي 90 دقيقه. طبعا ده يبقى حاجه كويسه قوي. يبقى ايه؟ الارقام دي مش ارقام بتحصل مع كل الناس، بس المكتوبه في المحاضره. بيقول 15 دقيقه نخش في النوم. نقعد 45 دقيقه جوه 3 و4، حيث ان انت هتبقى في 3 و4 دول صعب يصحى. بيبقى ديب سليب المفروض، والدلتا ويف مسيطره على الموضوع. خلاص؟ يبتدي بقى يخش في 5، الدلتا ويف تخف ويدخل في الريم سليب. في بعض الناس ممكن تقعد الريم سليب دي في 45 دقيقه. طبعا لو ما صحيش وتفضل السايكل بالشكل ده. ممكن السايكل تفضل بالشكل ده اب تو كام تقعد الريم سليب؟ ممكن اب تو 90 دقيقه. اب تو 90 دقيقه الواحد يقعد في الريم سليب. طبعا اكوردنج الحلم كان فين؟ يعني كنت فين ساعتها؟ انت رحت انه بلد؟ خلاص. فدي الارقام بتاعت المحاضره، يعني عشان هي بس ليها اختلافات كتيره جدا. ال 45 دقيقه افتر ستيج 4 عشان نوصل لل الريم سليب. هل الريم سليب بتتغير من حد التاني؟ يس، ممكن تتغير من حد التاني وممكن تبقى اطول وهكذا. ايه الكاركتر بقى بتاعت الريم سليب؟ برضه مهم انه بيحصل تونيك انهبيشن اوف سكيلتال ماسل تون. يعني ايه الكلمه دي؟ عشان بس معقدينها في العباره. يعني هايبوتوني اتس نورمال. بعد شويه يقول لك ده في ناس بيجي لها ناركوليبسي، بيجي لها كونفالجن، بيجي لها البتاع ده التون بيبقى عالي في العضلات. هنشوف. لكن هو طبيعي ايه؟ تونيك انهبيشن اوف سكيلتال ماسل تون. ايه جمله؟ فلاسيديتي. طيب الحاجه الثانيه ريديوس ذا هايبر كابنيك ريسبيراتوري درايف. يعني العيان في العادي لما يخش في النوم بيبقى السي او 2 بيزيد شويه. ليه السي او 2 بيزيد شويه؟ لان بيخش في هايبو فنتليشن. الواحد فينا في بالليل نفسه بيهدى شويه لما يدخل في، فعشان كده السي او 2 بيزيد. لكن لما بيدخل فريم سليب بيبقى النشاط بالمخ بدا يزيد شويه، فيبتدي السي او 2 ريجن ده يقل. عشان كده هي علامه من علامات انه بيصحى يعني. خلاص. فالكلمه اسمها ريديوس هايبر كابنيك باد درايف، ما عندوش زياده في السي او 2. مش زي اللي بيدخل في النوم لسه، اللي بيدخل في النوم بيبتدي الريسبيرت ريت يقل. ولما الريسبيرت ريت يقل سي او 2 وش يقل، فيقعد سي او 2 في الدم. لما يدخل فريم سليب يبقى العكس حصل، معناه ان هو بدا في بعض السنتر فائد فبدا السي او 2 يطلع. في كولنس بلادنس، ده اللي هو درجه الحراره بتهدى بتقل، ودي ظاهره بتبقى موجوده عند الميل اللي هي بيسموها ايه؟ المورنينج اريكشن. وهو بيصحى عنده اريكشن، فعشان كده ده واحده من ظواهر انه دخل في الريم سليب. تمام. ودي بتفسر الفرق بين الترو والسايكوجينيك امبوتنس. يعني هل الحاجه لها علاقه بعلاقه نفسيه، حاجه نفسيه، ولا الموضوع فعلا عنده امبوتنس اللي هو البنايل اريكشن اللي هو مورنينج اريكشن، اسمه كده مورنينج اريكشن. من علامات الدخول في الريم سليب اربع حاجات: انه يبقى فلاسد في التون، الريسبيراتي ريت تحسن، والسي او 2 بدا يقل، درجه الحراره بتقل شويه، وبيحصل له اريكشن الراجل. طب خلاص، هل في علاقه بين السليب والايجنج؟ يس. كل ما بتكبر في السن بتلاقي حاجات بتحصل كتير، انه بيقعد فتره طويله جدا عشان ينام. ده معنى كلمه increase time in bed، يعني هو بيقعد فتره طويله جدا عشان ينام. بيصحى بالليل كتير، السليب تايم توتالي بيقل، ودي شايفها مهمه. ليه بقى الكلمه توتالي؟ يعني increase time in bed، خلي بالكم من التناقض، ودي في جمله الام اس كيو. وقته في السرير بيزيد، لكن وقته للنوم او الفتره اللي بياخدها عشان ينام، او لو جمعنا النوم، لو جمعنا فتره النوم كلها، هنلاقي ان فتره النوم على بعضها بتقل.
بياخد وقت طويل جدا عشان يدخل في النوم، بيحصل له ديساتسفاكشن، ما بيعرفش، بيبقى مش مرتاح وعايز ينام تاني، بيبقى تايرد بينام اغلب اليوم. نابينج، باخد الناب بتاعتي عامله زي واخد الشاور بتاعي، معناها القيلوله. مور فريكوينت نابينج، عايز ينام كتير بالنهار، عايز لكن النابينج ده موجود اصلا. ما اعرفش عندكم نابينج ولا لا، بس يعني في ناس بتحب تعمل. طيب الحاجات بقى المرتبطه برسم المخ برضو بالي، برضو جمال تتكرر كتير. ايه؟ ريديوز توتال ريم، الريم سليب بيقل، وده لطيف لانه زي ما قلت لكم في احلام، خدوا بالكم. وبيحصل جزء من الفانكشن بيتحسن، الاكسجينيشن بيتحسن وانت نايم، حاجات كده بتبقى مفيده في الريم سليب. ريديوز الستيج بتاع 3 او 4 اللي هو الديب سليب، بيقل برضه، بيصحى كتير، بيريديوز الديوريشن بتاع النكتورنال سليب، ما بينامش بالليل كويس. لكن هي حاجات مرتبطه برسم المخ. ده تقول لي الفرق بين دي من اللي فاتت، وهنا بيتكلم على الانسيدنس او الحاجات اللي اتسجلت في رسومات المخ. والله التوتال ريم سليب لقيناها قليل، التوتال حتى النون ريم قليل، اللي هو الديب سليب برضه قليل، بيصحى بالليل كتير. طيب السليب ديز اوردرز، لقوا انه في 10 حاجات اتسجلت في السليب ديز اوردرز، اللي هم زي ايه؟ اللي هم الانسومنيا ما بتنامش، الهايبر سومنيا اللي هو يعني بتنام كتير جدا، الناركوليبسي، شوف يعني ايه دلوقتي مشنج متشنج، والعضلات المفروض انها كانت بتبقى اكثر اريحيه وريلاكسد، لا ما بيحصلش كده. البريثنج ريليتد سليب ديز اوردرز اللي هو لسه بيقولوا بسكس في الامنيه، والحقيقه البروستات في الامنيه احنا بنعتبره جزء تشيست، يعني هو حاجه مرتبطه بالتشيست لكن بتتقال في السليب ديز اوردرز. سيركاديان ريزم سليب ديز اوردرز ده بتبقى موجوده في شغلانات معينه، يعني واحد راح امريكا وامريكا يومهم مقلوب، فيومه اتقلب فهو مش عارف ينام. هنشوف ده بس بعد شويه كده. النون رابيد اي موفمنت سليب ديز اوردر ما بيدخلش في النون ريم، ما بيدخلش في ال قصدي في النون ريم سليب، ما يبقاش كومبليتلي نايم، يعني ما بيدخلش في الديب سليب. نايت مير ديز اوردرز، بيشوف كوابيس. الرابيد اي موفمنت سليب بيهيفير ديز اوردرز، في النون ريم تبتدي تشوف في حاجات بتحصل غريبه. الريستلس ليج سندروم، بالليل وهو نايم رجله وجعاه. سبستانس ميديكيشن اندوس سليب ديز اوردرز، زي اللي بياخدوا ترامادول، اللي بياخدوا ترامادول بيبقى صاحي نايم صاحي، هو بياخده عشان يفوق، لكن في نفس الوقت بيبقى مخليه زي النايم كده، ودي كل سبب حوادث عربيات النقل. عايزين يصحوا بالثلاث اربع ايام عشان يسوقوا مش عارف شاحنات معرفش، فبياخد ترامادول، فالترامادول بيخليه صاحي فعلا، لكن هو في الاخر من جواه بيبقى عنده ديستربنس فظيع. اول واحد واشهرهم الانسوميا، اللي هي عباره عن ايه الانسوميا؟ الكواليتي والكوانتيتي او الاثنين، يعني مش معناها كميه النوم قلت لكن كمان مش مرتاح، هو كميه النوم دي مش مريحاه، فده اسمه جوده النوم، او ان فعلا ما بينامش عدد ساعات معتبره. ليها بقى باترن كتيره جدا، مش عارف انام خلاص الصبح، انام متاخر بس ما اعرفش اصحى الصبح كويس، واصحى مكسر وتعبان، اصحى بدري وما اعرفش انام تاني زي لما تصحى تصلي الفجر، وهكذا. في الحاله بتاعت الانسوميا بعد الاكسكلوجن للاسباب، ودي جزئيه حقيقه مهمه جدا بس ما اتذكرتش مش فاهم ليه، بعد ما يطلعش ان ده ليه علاقه بالمانيا مثلا، ليه علاقه بالدبريشن، ليه علاقه بالسايكوزس، لان هو هتلاقي السليب ديزوردر دي كلها مرتبطه بالسايكاتري بشكل واضح في كل الامراض. المفروض ان احنا بنعالج شويه حاجات، سليب هايجين، شوف يعني ايه بسرعه هو كاتبهم بس انا اقول لكم يعني ايه سليب هايجين، سليب ريستريكشن، الستيمولس كنترول. طبعا انا ارسم لكم الميلاتونين ده، لو حد منكم عنده مشكله في النوم يجيب الميلاتونين ده. الميلاتونين ده من الحاجات اللي ما فيهاش اي ديبندنس، وهو دي ماده بتتفرز في المخ،
قليله جدا عند اغلبنا. ودمبلكو دي ماده نيتشر بتتباع في الصيدليه في امريكان في امريكا، بتتباع كده او تي سي عادي جدا، وبتدخل في النوم واحسن من اي منوم، لان المنومات فيها ديبندنس وبتاثر على الذاكره، وانتم الذاكره بتاعتكم مخرومه لوحديها فمش ناقصه. لكن الميلاتونين ده من الحاجات اللي بتريلاكس الجسم، من الحاجات اللي ممكن تاخدها في وقت اللي انت عايز تظبط فيه نومك، فيظبط لك نومك ويرجعك زي الفل. المهم هم بيعالجوا الموضوع ده ازاي؟ بيندوا البنزودايزابين اللي هو دايزبان، وده انكزوليتكس، وبيدوا انتي بريسنت، السيداتيف انتي بريسنت، مضادات اكتئاب لحسن يكون ده اللي علاقه بالاكتئاب، والميلاتونين هذا يعني فكره. بس هو سايكايتري في العموم بيكتبوا البنزودايزابين. سببها ايه الحاجات دي؟ ان ليها تاثير على الذاكره. فاللي عنده اكتئاب حلو ان الذاكره تنساها، لكن في واحد بيذاكر طبعا مش عايزين نخليه يفقد الذاكره يضاع لوحده. تعال نشوف يعني ايه سليب هايجين. طبعا ليها كذا صوره، مثلا ان هو اوضه النوم تلفزيون مثلا، اغلب المصريين بيقولوا الحركات الشويه دي، ما يبقاش ما يجي ينام ما يقعدش طول الوقت في اوضه النوم. تقول لي نعمل ايه؟ في ناس بتعمل كده، تقعد طول الوقت في اوضه النوم، وبالتالي لما بيجي يدخل في النوم هو مش مفرق قوي الفيلد بين انه ده نوم ولا ده صحيان، دي وقت مذاكره ولا. في ناس بتذاكر في اوضه النوم، ده بيسموه باد سليب هايجين، ان انا مش مخصص وقت للنوم، مجال للنوم، او بشوفه ساعه النوم بس، وبالتالي حتى هو نفسه بينديوس النعس عندي. الستيمولس كنترول اللي هو يقول لك ليفنج البيد روم وين كان فول سليب، اول ما تلاقي نفسك مش عارف تنام سيب اوضه النوم، ما تكملش، اعمل بقى الحاجات اللي هتتقال بعد شويه. السليب ريستريكشن اللي هي ريستريكت السليب تايمز، قلل السليب تايمز الوقت النوم عشان تحتاج انك تنام، يعني انت نمت متاخر بس حاول تصحى بدري، بحيث انك تصحى بدري يبقى مش يبقى دلوقتي ما نمتش كتير هتلاقي نفسك وقعت في النوم بدري في وقت النوم الطبيعي. فده جزء من علاج الانسوميه، ان انت تعمل سليب ريستريكشن، وهي غريبه شويه، تعمل ريلاكسيشن ويوجا، بعض التمرينات اليوجا ممكن تساعد على ده. وطبعا في كوجنيتيف ثيرابي ليها علاقه بقى تقعد تتكلم، هتعمل ديسكشن طويل جدا مع المريض المرتبط بهذه القصه. هو مثلا جايب لنا هنا في الهيجين ده الهيفي قبل النوم، يعني هيفي فود، باكل ماك قبل ما انام، البلو لايتس، قاعد بشوف الموبايل، كل ده الميلاتونين بيحصلوا سبريشن، الكافيين بيقلل الميلاتونين، الخمره والسجاير، لعب الجيم بالليل، بروح الجيم الساعه 11 ويقول لك انا هنام بعد كده، خلاص الاسترس، كل الحاجات دي بتقلل الميلاتونين. على العكس الناحيه الثانيه ريلاكسنج باث اللي هو اعمل البانيو واقعد فيه، ان انا اعمل البيت تايم روتين، اغسل سناني ومش عارف ايه، اضبط ان بالليل في حاجه معينه بتبقى اعملها قبل النوم، فلما اعملها افتكر النوم فنام. انا دايما قبل النوم بعمل حاجه معينه، الحاجه دي لطيفه اعملها. ان الاوضه تكون ساقعه ده ينيم برضه. المشي بالليل الايفنينج ووك، ان انا اتمشى نص ساعه قبل ما انام. خلاص ان انا اظبط المواعيد، جيت اب ات ذا سيم تايم، ده هو الجزء بتاع السليب هايجين. سليب ريستريكشن سليب ريستريكشن دي مهمه، لانها برضو بتيجي في الامس دي واختارها غلط. لا ما تمشيش ازاي عنده انسوميا على سليب؟ لا صح، واحده من الثيرابي بتاعه الكوجنيتيف اند بيهيفير انترفينشنز اللي بتتعمل في الانسوميا، ان حضرتك تعمل سليب ريستريكشن، مش تنام 22 ساعه وثلاث ايام ما تنامش وان سو اون، يعني هذه الفكره يعني. خلاص والميلاتونين ده لو حد منكم عايز يجيبه. الهايبر سومني اند اكسسيف تايم سليبنس العكس بقى، هو بينام كتير، دي موجوده بنسبه 3-5%، والحقيقه ليها علاقه بشكل كبير جدا ببعض الامراض زي الدبريشن في الاتيبيكال برزنتيشن. يعني الدبريشن في العادي ما يعملش كده، لكن في الاتيبيكال برزنتيشن يعني الناركوليبسي انتوا يعني دلوقتي بعض الامراض الميديكال ديز اوردرز زي الهايبوثايرويديز. لا تنسى ان الهايبوثايرويديز من الحاجات اللي بتخلي الواحد سليبي، لان هو الفانكشن كلها ايه اتاثرت، او ان انا اكون بستخدم زي ما قلت لكم بعض الادويه او المخدرات. الناركوليبسي مهم، بيأثر على واحد ل 2000 حاله من البشر،
بيبقى فيه sudden onset. It's مهمة important، بيسموها high yield، مهمة يعني high yield يعني دايما تلاقيها في الامتحانات. sudden onset persistent، ادي جمل عشان اقول عليه ناركوليبسي. خلاص، وبتحصل في من سن 10 ل 10، من سن 10 ل 20 سنه. طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ بيحصل له ديسوردنس في الريم سليب، ديستربنس في الريم سليب. واحنا قلنا ان الريم سليب ده يعني ايه؟ اتاني تايم. الريم سليب دي سايكل انا هوصل لها بعد شويه واقعد فيها وبعدين اصحى اخش تاني في النوم وهكذا. فالمفروض النوم عامل كده. هو باثناء الريم سليب اللي هي رابد اي موفمنت بيجي له حاجات ايه؟ هالوسينيشن. احنا قلنا ان في حد فاكر ان في هالوسينيشن اثناء النوم؟ حد فاكر الحكايه دي ولا مش فاكرين؟ وفي هالوسينيشن، حد فاكر؟ في هالوسينيشن اثناء النوم، لما تيجي لما تصحى من النوم وحاجات زي كده. المهم هو بيجي له ايه؟ هالوسينيشن او كاتاليبسي او حاجه اسمها ايه؟ كاتاليبسي. كاتاليبسي زي المنظر ده، انه بيخشب كده. بص واحد نايم اهو في الريم سليب، بيقول لك لو حطينا بين كرسيين تقدر تمشي عليه. حطيته بايه؟ هو الاصل في اللي بيحصل ايه في الريم سليب؟ انت فاكر؟ هايبوتونيا، بتخف السي او 2 بيقل، لو ميلي يجي له اريكشن وهكذا. لا، العيان هنا التون بينشف جدا. هو ده اللي بيطلع عليه ايه؟ كاتا ليبس. عرفوه منين ان الريم سليب؟ لانه في الفتره دي الايلتس بتبربش، ده من غير خالص ما يعمل كمان رسم ايه مخ وحاجات زي كده. خلاص، ولقوا في منه شكلين، لقوا منه في شكلين، ناركوليبسي ويز كاتاليبسي، ده اللي هو ستيج 1. صاد اللوس، صاد اللوس ولانتري ماسل كنترول، والعضلات مخشبه قوي كده، وفي منه ويزاوت كاتاليبسي. والماده اللي برضو مهمه اللي هو مفتقده في الناس دي، ماده اسمها اوريكسين. حاجه بتساعد على الريلاكسيشن في الريم سليب، حاجه كانت بتروح للعضلات تخليها كلها سايبه في الريم سليب. خلاص، هي الماده دي. فلقوا ان الماده دي بتفقد او بتبقى قليله، فهو بيخلي العيان يخش في المساله دي. زي ما شايفين الراجل، زي ما قلت لكم، من كتر ما هو مخشب وناشف قوي بقى تقدر تعدي عليه. خلاص. طبعا لا، هي مش بس بتبقى ناركوليبسي، سوري، مش كلها كاتاليبسي، في جزء منها بيبقى عباره عن ايه؟ زي ما قلنا شويه هاليسونيشن. طيب بيعالجوها ازاي؟ طبعا ممكن يدوا الماده الاوريكسين لو ده موجود، المفروض يعملوا بقى للعيان ده بيهيفير وكوجنيتيف ثيرابي، ويدوا له بقى الريستريكشن بتاعت النوم، وان المفروض انه يبقى موجود في المكان الفلاني، وان نريق طريقه النوم تبقى بالشكل الفلاني، ونعمل ريستريكشن وجود كواليتي السليب وحاجات زي كده. لكن في ادويه فارما بقى، ايه بقى؟ حاجات عامله زي الاستيميلانت كده، في الامفيتامينز دي، هو دي المخدرات اصلا، الامفيتامين دي مخدرات شويه، حاجه مشتقه من الامفيتامينز اللي هو المودافينيل. مودافينيل ده عباره عن ايه؟ استيميلانت للمخ. خلاص، يخليك تبقى صاحي فتره كويسه وتنفر كويسه، لان هو اللي عنده ناركوليبسي بينام كتير، وفي فترات النوم بيتشنج، فهو مش نوم كتير ومش مرتاح. خد بالك، انا لو بنام ونوم مش بيحصل احداث انا مش عارفها اثناء النوم، هتلاقيني محتاج اطول في ساعات النوم، عايز انام، ما انا كاني ما نمتش. فهو العيان ده بالنسبه لي في الريم سليب بيتشنج وشو هلوسينيشن وما اعرفش ايه، فبالتالي كانه صاحي. المخ بيكونسيوم ترانسميترز كانه صاحي، فعايز ينام تاني، فبينام كتير جدا طول اليوم. لكن احداث النوم نفسها بالذات في الريم سليب فيها مشاكل، ما بين انه بيبقى بيهلوس مثلا، وبالتالي يتضايق ويتشنج ويتخانق، وتشوف امثله زي كده. والحاجه الثانيه، وكل ده هو نايم على السرير، والحاجه الثانيه انه بيتشنج جامد، بيتخشب جامد جدا جدا كده كده وهو نايم. ادي معنى كلمه ناركوليبسي في الريم سليب. فبنعمل ايه بقى؟ بنلاقي طريقه في العلاج غير ان هم يدوا الاوراكسين ده، ان هو يدوا حاجه اسمها مودافينين زي الامفيتامينز كده. الامفيتامينز ده اشهر حاجات بيستخدموها في اللي هو عايز واحد عايز يصحى وصحي دماغه. فبيدوا له المودافينيل ده مثلا الصبح، يبتدي يريح، يخليك صاحي والرت كل حاجه، وريجوليت مساله انه ينام بعد كده كويس. خلاص، برضو ادويه من ادويات الدبريشن،
يمكن كنا جبنا سيرتها قبل كده، الفينالا فاكسين ده مش عارف دي تقريبا الماني، تقريبا مكتوب بالالماني، بس هي هو انتي بريسنت، لقوا من الحاجات اللي ممكن بيقلل الناركوليبسي. الانافرين اللي موجود في الصندليه اللي هو الكلومي برامين ده انتي بريسنت، مجموعه اسمها ده انتي بريسنت، حاجه من الحاجات اللي هي بتقلل التشنجات وتزود عند المريض ماده الاوركسين. فدي من ضمن الحاجات المهمه جدا لو انا بتكلم على لو حاجه عايزه تقلل الكاتاليبسي بشكل شخصي، وهي مجموعه من انواع الانتبريسنت، هم دول من اشهر الحاجات اللي ممكن تعمل كده. ان جنرال العلاج عباره عن ايه؟ امفيتامينز، امفيتامينز او امفيتامينز لايك، يا اما المودافينيل ده اللي هو شبه الامفيتامينز، يا اما امفيتامينز. بس الامفيتامينز طبعا ليها خطورتها. البريثنج ريليتد سليب ديز اوردرز ده بيبقى موجود في 4% بالذات في الرجاله، بيجي له اثناء النوم ابنيس وبيشخر وهو نايم. ايه الفكره بقى؟ زي ما قلت لكم بيجي له، بيقول لك هنا ان الموست ليد في اوبستراكشن، الصوره زي اهي، بص اللي بيحصل في حاجه بتقفل، ينام فلات كده، في حاجه بتقفل له اللارينكس، ممكن تكون حاجه او تقفل له تحت في الرئه، ممكن يكون حاجه هنا زي لحميه مثلا وات ايفر، بس يعني ممكن يكون عنده اسباب مختلفه، يكون سلط بتاع الانف واذن ويكون سلط بتاع التشيست، حاجات موستلي فيها ريسبيراتيس. بس طبعا مش بينام ليه بس، الشخصيه دي مالها؟ الشخصيه دي بالليل بيجي لها ابني، كويس حلو قوي، لما بيجي له ابني بيعمل ايه؟ بيقوم بالليل قاعد بقى كده، قاعد ليه؟ لانه لو نام بيتخنق ما بينامش كويس، هتلاقيه بينام وهو بيتكلم في التليفون، بينام وهو بيسوق العربيه، بينام وهو بيتكلم، بينام وهو بياكل، بينام وهو بيشوف التلفزيون. الموضوع ده هتاخدوه سنه جايه في التشيست، اسمه اوبستراكتيف سليب ابنيا سندروم، هو بينام في اوقات المفروض ما تنامش فيها، واخدين بالكم؟ فبدانا نمشي ورا الموضوع، لان ما بينامش كويس بالليل. ليه ما بينامش كويس بالليل؟ لانه حاسس كل ما بينام بيتخنق وحاسس انه هيموت، وممكن يكون مش مربط الكلام ببعضه. من اهم الحاجات اللي برضو ليها يعني امباكت فظيع في الاسئله اللي هو الجيت لاج ده. اسمه ايه الجيت لاج؟ ده المفروض ان ده سيركاديان ريزم سليب ديز اوردرز. ده واحد بيشد في شعره من قله النوم. ليه بقى؟ لان هو امريكا، لو انتم شايفين الصوره دي جايبه شويه تفاصيل، انت مثلا احنا دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 11 في امريكا، في واشنطن مثلا انا عارف يعني واشنطن شويه الساعه 4 بالليل دلوقتي، فانت بتسافر هناك، البلاد بتاعت الغرب دي اللي هي مش منطقه اوروبا، لكن امريكا واستراليا، استراليا ده دلوقتي بالليل خالص، وكندا، في فرق فظيع صبح ليل وليل صبح. فانا بسافر دلوقتي الساعه 4، وصلت الساعه 4 دلوقتي عندهم، معناه ان الساعه 11 عندي، المفروض اروح انام، لا ده قمه النشاط عندي. فطبعا قبل ما اوصل بالليل عندهم بيبقى مثلا الساعه 12 بالليل في امريكا، يبقى عندنا احنا الساعه 7 الصبح. فانت بتبقى الدنيا صعبه جدا، انت ماشي، هو ما عملتش حاجه زياده ولا حاجه، بس هو اروح انام في الوقت اللي المفروض انا كنت بصحى فيه في مصر. وطبعا بالنسبه لامريكا لما يعيش هنا او يجي هنا لاي سبب، فده اسمه جيت لاج افكت، او جيت لاج ساعات بيسموه سندروم. بيبقى ايه بقى؟ انسومنيا فظيعه، ارتابيليتي فظيعه، ومغص، ما بيركز، ماليز، خلاص. المهم بس يجي لنا جيت لاج، نسافر امريكا وبعدين جيت لاج ده نعالجه لوحدنا. وليه اجزاء كتير جدا في العلاج، زي طبعا هو مش الكلام ده مش في المحاضره قوي، لكن عشان تبقوا فاهمين، هو المحاضره بتقول بشكل واضح عشان ما نطولش، الموست فاميليار فورم، ده السؤال المهم عشان بس ما نحكيش كلام ممكن ما يبقاش مفيد بالنسبه لكم. الموست فاميليار فورم هو الجيت لاج، من فيا فيلم من ايه بقى؟ من السيركاديان ريثم ديز اوردرز، من فكره ان في واحد يكون عنده سيركاديان ريثم سليب ديز اوردرز، ده الموضوع اكتر واحد. السيمبتومز اللي تبقى عنده عباره عن ايه؟
الجيت لاج ذا موست فاميليار فورم، والاعراض اللي بتبقى فيه بتبقى اعراض مرتبطه بالكرونيك كونسنتريشن امبيرد الفانكشن، يبقى فيه مشكله في النوم، مش بس نوم الحقيقه، ممكن زي ما قلت لكم يبقى فيه حاجات مرتبطه بابدومينال بين وهكذا. البارا سوميا ده واحد وهو نايم بيعمل حركات غريبه، بيعمل ابنورمال بيهيفيرز، بيعمل فيزيولوجيكال ايفنتس، بيبقى زي ايه مثلا، زي يكون عنده نايت ميرز، فيبتدي بقى يتخيل وهو نايم في الريم سليب. برضه دي من الحاجات اللي بتحصل في الريم سليب، عشان كده جمله ريم سليب برضه، بيبقى هو في الريم سليب قايم، بيبقى مثلا بيقتل حد مثلا، او قايم بيتخانق، هو بتشوفه وهو نايم، او صورته وهو نايم كان بيعمل حركات بيشارك الاحلام اللي هو بيشوفها دي، لانها بتبقى عباره عن نايت ميرز كوابيس، فتلاقيه بيتشنج او بيتخانق او بيقتل حد او بيتصور تصورات من هذا الشكل، او ان يبقى فيه نايت تيرور. يعني ايه نايت تيرور؟ يعني بالليل بيقوم مرعوب، ودي بتحصل اكتر في الاطفال. طيب النايت تيرورز اكتر بتحصل في سنين 3 و4، يعني بتقوم واحد من عز النوم يصرخ، يعني النايت تيرورز اللي هو ايه مرعوب بتبقى بتحصل في ستيج 4، النايت ميرز بتحصل في الريم سليب. بيبقى شكلها ازاي النايت ميرز؟ اللي هو زي كده، اللي هو بيبقى بيعمل حاجات مرتبطه باللي هو شايفه بالظبط. طب والنايت تيرورز؟ لا هو قايم يصرخ، قايم مفزوع زي ما بيقولوا بالنوم. فدي يمكن السؤال اللي عليها برضو مرتبطه بان هي كانت في انو ستيج، نايت ميرز في الريم سليب، النايت تيرورز بتبقى موجوده اكتر في الاطفال وموجوده في ستيج 3 و4. بيكلمنا برضو على العلاج شبه الكلام، ريجولار بيد تايم روتين وامبروفد سليب هايجين، وممكن نستخدم بعض الناس البنز دايزبينز وهكذا. السليب ووكينج ده اوتوماتيزم بيحصل في النون ريم سليب برضو، ويمكن زي ما قلت لكم مهم جدا ابقى عارف الجمل دي، بيحصل في النون ريم سليب في اول النوم يعني، وبيحصل في السن ده من الاطفال، وده فاميليال، وبتلاقي واحد بالليل بيتمشى فعلا، وده واحد من الظواهر اللي اتحط التاني في السايكاتري، هتبان في الترم التاني لو كملت سايكاتري معرفش هيدوكوا لغايه فين، بس على انها ممكن تكون شكل من اشكال الستريس السوماتيزيشن، ممكن تكون شكل من اشكال الستريس، انه ده بيحصل الاطفال، حد مثلا بيهدد الطفل، اب بيهدد الطفل انه مثلا يطرده ولا هيعذبه ولا ما تعملش بيه وانت نايم وحاجات من هذا القبيل. بيبقى الفكره ده شكل من اشكال الهروب، في ناس مفسرها على انه كده، لكن بيتشاف في السن ده من الاطفال. بتعرفه ازاي؟ عشان ممكن تعرفه لو انت ريكورد ده ومسجله، لكن بتعرفه ان العيان بيبقى نايم في مكان وبيصحى يبقى نايم عند الباب او نايم بره الشقه لانه كان عايز يمشي، لو كان ينفع يفتح الباب يعني، لكن بتلاقيه دايما في مكان تاني خالص، مكان مش مرتبط بان هو مثلا بيروح اوضه تانيه ولا مثلا، لا بيبقى دايما بيبقى مرتبط بان هو بيبقى عند اماكن الخروج عشان عايز يخرج يعني. الاذر باراسوميا زي ما يكون عنده اجيتيشن في الريم سليب، وهي قريبه جدا من النايت ميرز يعني. الريست سليك سندروم او سليب باراليسيس، ان هو طول الليل وهو نايم رجليه واجعه جدا وعنده كرامبز، والحقيقه دي ليها اسباب ميديكال، نوع من الاسباب الميديكال مثلا حاجات زي الكرونيك كيدني ديزيز ممكن تعمل كده، ده طول الليل وهو نايم بعد ما يدخل في النوم رجليه واجعاه، فدي اسمها ريست سليك سندروم. لو كده بس نلخصهم بسرعه بالنسبه للسليب ديس اوردرز، طبعا الانسومنيا، ودي من الحاجات اللي ممكن تتسال على ان دي الموست كومن، يعني دي من اكتر الحاجات الديس اوردرز الموجوده، مساله الانسومنيا دي من الحاجات الموست كومن، اذا بقى عارفها من الحاجات بالنسبه لي مهمه قوي. الحاجه الثانيه في الانسومنيا طرق العلاج بتاعها بجانب البيهيفير ثيرابي بيسموه سليب ريستريكشن، حاجات زي كده، الادويه المستخدمه ان احنا بنستخدم الماني بتاع ده البنزو دايازبينز
ومشكلتها في البنزودازبينز مساله الادكشن، اذا انت عارف كده، وان انا بستخدم الميلاتونين بطرق علاج. ويفضل ان انا لو انا خايف من مساله الديبندنس او وات ايفر، ان انا بحط في دماغي مساله الميلاتونين دي، ابقى ممكن استخدمها لو انا بنتكلم على ان احنا فعلا هنشتغل الشغلانه دي بعد كده، او حد يسالني انا عايز دواء للنوم ما فيهوش مشكله. برضو ده بنعتبره من الحاجات الموست سيف يعني. النقطه اللي بعد كده ان هو كل واحده منهم انا المفروض يسالني هي بتحصل في انه ستيج من النوم. دي برضو من الحاجات المهمه جدا. يعني ايه؟ يعني طبعا الانسوليا مش بينام فدي مش هتتسال، لكن يعني من الجزئيه اللي بتتسال هي الناركوليبسي مثلا، على سبيل المثال. فالناركوليبسي عباره عن ايه؟ مشكله في الريم سليب. شكلها ازاي؟ في منها جزء بيبقى فيه مشكله في العضلات، وفي جزء لا. يعني اللي هو الكاتاليبسي ده مهم جدا. يعني ايه كلمه كاتاليبسي؟ دي كلمه مهمه جدا لازم اعرفها. فدي من الحاجات اللي لازم اعرف دي بتحصل في الريم سليب ويعني ايه كاتاليبسي. ازاي اعالج الكاتاليبسي؟ برضه سؤال مهم. انا عندنا برضه حاطط انا في المحاضره شويه اسامي مرتبطه بالكاتاليبسي، بس اللي هي كلها ادويه الحقيقه انتي بوسن دراجز بيقلل الكاتاليبسي. فدي برضه سؤال مهم. البريتيكت ديزوردرز مهم لانه حاجه كلها لو جت جمله هتيجي هو مين اللي عباره عن ايه؟ لانه ابر ريسبيراتوري. النفس غالبا حاجه ليها علاقه بالابر ريسبيراتوري او سنترال. اكتر حاجه في السيركيديان هو الجيت لاج. ايه الجيت لاج؟ حاجه مرتبطه بالسيركيديان الجمله يعني. الموست كومن سيركيديان ريزم سليب ديز اوردرز جيت لاج في نوم. خلاص، وهو اكتر حاجه معروفه يعني. فاميليار هنا مش معناها فاميلي، معروفه مشهوره. البارازومنيا ليها اشكال كتيره برضو. النايت ميرز اسمها بارا، بارا يعني في الباراسايتولوجي زي الباراسايتولوجي يعني اب نورمال. نايت ميرز لازم اعرف انها ريم سليب. ادي هذه اذا طيب النايت تيرر لا، دي بتحصل في ستيج 3 و4 برضو من الحاجات المهمه لازم ابقى عارفها. السليب ووكينج نفس الكلام برضو، مش ريم سليب برضو، دي من الحاجات برضو المهمة. الأذر باراسومنيس ريم سليب بيهيفير ديز اوردرز زي ايه؟ زي ان في اجيتيشن او اجريشن او اللي هي برضو دي باراسومنيا اللي هي زي دي كده، دي عباره عن ريم سليب برضو، عباره عن اجيتيشن وانا بمثل الحلم بشوف مش عارف ايه. فدي برضو من الحاجات اللي ريم سليب يعني يعتبر من الحاجات اللي ريم سليب المهمه. نايت ميرز، الاجيتيشن ده تبع الريم سليب، وطبعا الكبير بتاع القصه دي خالص هو الناركوليبسي. اربع حاجات كده، اربع حاجات، ثلاث حاجات مهمه جدا نعتبرها في الريم سليب. الخش الجامد وهو نايم ده ريم سليب. اجيتيشن ده ريم سليب. نايت ميرز ريم سليب. مش ريم سليب التيرورز وان يمشي وهو نايم. دي برضو من الحاجات اللي لازم اجمعها عشان ممكن تتسال وابقى عارف دي بتحصل في كل المرحله. ماشي، حد عنده اي سؤال؟